بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الفل والخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم، ويومكم جميل إن شاء الله زي ما كانت ليلتنا جميلة. وأعتقد إن امبارح كل الأهلاوية نايمين مبسوطين وفرحانين ومطمنين ومتفائلين بكل ما هو قادم. عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن لقاء الأمس بين النادي الأهلي وبين المصري في ضربة البداية ونقطة انطلاق النادي الأهلي في هذه النسخة الجديدة. موسم جديد، كل سنة وكل حضراتكم طيبين. صباح الفل عليك. صباح النصر بقى. صباح النصر بقى. بنبدأ موسم جديد، والحمد لله بدأناه كمان بمباراة كانت قوية، وقلنا هتكون مباراة فيها تنافسية شديدة جدا، وقلنا مهم ان احنا كمان نبدأ ونعوض طبعا اللي فات، وقلنا ان ضربة البداية وان كانت ليست الافضل طبعا في المباراة والبطولة يعني الماضية، لكن قلنا يمكن دي هتبقى مؤشر للي جاي كريم. وقد كانت النادي الاهلي مش بس كسب، النادي الاهلي تألق امبارح، هنتكلم في كل طبعا التفاصيل الفنية، لكن نصبح على حضراتكم صباح الهنا والنصر، وان شاء الله بقى نكمل على الشكل ده. ولو على فكرة كريم، احنا لو كملنا بالمشهد وبالمنظر وبالاداء اللي احنا لعبنا بيه امبارح، اعتقد مش هيبقى موسم بقى افضل من اللي فات، اعتقد ممكن يبقى من افضل المواسم من فتره طويله جدا ومن سنوات طويله. فيعني اكثر من رائع الاداء اللي احنا شفناه امبارح، واكثر من رائع الاداء اللي شفناه كمان من الصفقات يعني المنضمه حديثا للنادي الاهلي، اللي كان البعض يجي يقول لك ايه يعني انتوا متاكدين ان الصفقه دي صفقه كويسه؟ لا 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 لا، واضح ان انتوا يا جماعه تسرعتوا. كلام زي ده سمعناه يمكن كتير جدا، تحديدا بعد طبعا يعني الهزيمه الاخيره، ولكن احنا ما بنردش، احنا ردنا دايما بيكون على الارض. وقد كان صباح الهنا، وان شاء الله تبقى حلقه موفقه جدا، لان عندنا اكيد كلام كتير جدا خاصه كمان بالفتره القادمه للنادي الاهلي. خلينا ننوه بقى على الفقرات. كالعاده في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الاولى منهم هينورنا فيها كابتن فتحي نصير، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا المحاضر بالاتحادين المصري والافريقي. الفقره الثانيه هيكون معنا فيها محمد ناجي الناقد الرياضي، وحديث مطول عن كاس العالم للانديه في كره السله. طبعا على مدار بقى الحلقه هيكون لنا كلام كتير زي ما كنت بقول لحضراتكم على ماتش امبارح. والحقيقه اللي بسطنا من ماتش امبارح مش بس النتيجه وضربه البدايه القويه والرباعيه بلا رد زي ما بيتقال، لا، اللي عجبنا اكتر الاداء. شفنا ضغط هجومي من النادي الاهلي من اول لحظه، شفنا فرص كتير مصنوعه بمنتهى الجمال، توجد طبعا بهدف في الشوط الاول في الدقيقه 44 من اسيست عالمي لامام عاشور، ملعوب بمعلمه لرضا سليم اللي طبعا سجلها مباشره في مرمى النادي المصري. وتحسوا حضراتكم ان الاثنين كانهم بيلعبوا في النادي الاهلي ومن زمان كمان. صحيح. مش لسه صفقات جديده باي حال من الاحوال. وكمان مودست كان ليه فرصه مؤكده في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، لكن الحقيقه لاعب النادي المصري خرجها قبل خط المرمى وانقذ بالتالي فريقه من هدف جديد. عجبنا كلنا الهدف الثاني بتاع بيرسي تاو في الدقيقه 69، استلام ولا اجمل، تثبيت للكره ولا اروع، وتسديده رائعه 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 بالمعنى الحرفي للكلمه. بص كمان الهدف الثالث انا عجبني جدا يعني لبيرس تاو، وصناعه امام عاشور اللي كان امبارح بصراحه اكثر من رائع بقى، سميه رجل المباراه، سميه رجل المرحله، بس امبارح يعني الجماهير كلها كانت سعيده من اداء امام عاشور تحديدا، وكان احلى ختام كمان للماتش هدف كريم فؤاد اللي انا شخصيا يا كريم سعيده جدا بيه بعودته طبعا بعد اصابه يعني كان وغياب كانت شهور طويله، اكثر من 6 أو 7 شهور كمان، فبتعلن هنا او هو بيعلن بدايه موسم قوي كمان النادي الاهلي برباعيه نظيفه. وفي المجمل الشكل زي ما انت قلت كان حلو جدا بالامس من بدايه التشكيل، كمان الضغط الهجومي اللي احنا شفناه للتقسيم في الملعب لروح اللعيبه اللي هي زي ما بتقول بتصالح الجماهير. احنا صحيح. يمكن كان عندنا مشكله في المباراه الاخيره علشان احنا كنا شويه عندنا ثقه زائده، علشان كنا يعني بص في اسباب كتيره جدا بغض النظر عن المشاكل اللي حصلت في ارض الملعب طبعا والحاجات اللي ليس للاهلي يد فيها، لكن احنا هنتكلم عن نفسنا، احنا ما كناش الأداء اللي نعرفه على النادي الأهلي في المباراة الأخيرة. وبالتالي أنت دلوقتي بتبدأ موسم جديد ودوري وأول مبارياتك، وبتلعب بقى وبتعوض وبتصالح الجماهير بتاعتك، وده اللي احنا كنا قلناه على فكرة قبل حتى مباراة الأهلي والمصري. سيطرة، استحواذ، انسجام بين اللعيبة، حاجة ولا أروع. صفقات جديدة زي ما أنت قلت تحس إن هي موجودة مع النادي الأهلي. صحيح. يعني ما هياش لسه صفقات حديثة، يعني حتى بالمناسبة يا كريم التغييرات اللي حصلت تحس برضو تغييرات كانت مدروسة جدا. أنت بتعمل
خمس لعيبه في تبديل واحد امر برده ما هوش سهل وفي توقيت تحديدا بتكلم يعني اخر 10 دقائق عشان تقدر ان انت تحافظ كمان على الاستحواذ والضغط. يعني اعتقد لا يعني كان شكل امبارح مرضي جدا، خليني اقولها مرضي جدا لجماهير النادي الاهلي. ويعني برده خليني اقول لكم على الصعيد الثاني، يعني اعتقد النادي الاهلي اثر وافقد النادي المصري يعني برده السيطره بشكل كبير جدا على المباراه. انت كنت ضاغط من بدايه المباراه طبعا. كان عندك استحواذ رائع جدا، يعني بصوا حتى ده كان باين من التصريحات اللي كانت لكابتن علي ماهر بعد المباراه، هنخش في تفاصيلها بس خلينا نروح نشوف دلوقتي اللقاء اللي حصل بعد المباراه تحديدا مع كريم فؤاد ونرجع نكمل. الحمد لله على كل حاجه، الواحد من كتر ما هو مبسوط او الاحساس اللي هو حاسه انا مش قادر اوصف اي حاجه بصراحه. احساس ان انت كنت بعيد جدا بقالك فتره طويله وما بتشاركش وبعيد عن الملعب، احساس انك بترجع تاني واول مشاركه ليك واول ما بتنزل بتجيب جون، يعني كرم كبير من عند ربنا وعوض كبير من ربنا على الفتره اللي انت تعبتها وعلى كل الشغل اللي انت اشتغلته. بصراحه انا مش لاقي كلام اقوله يوصف اللي انا حاسه بصراحه. انا يعني مبسوط جدا اني رجعت ومبسوط جدا ان انا بشارك تاني والحمد لله الحمد لله. فرحه كبيره جدا لان البدايه مهمه يا كريم، ان انت تكسب فريق المصري بنتيجه 4-0 دي نتيجه كبيره جدا. كمان عايز اتكلم عليك ازاي قدرت ترجع نفسك، لعيبتنا كمان والخبرات ازاي قدرت ان هي ترجع كريم، لان كريم قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. هي طبعا فوز كبير ومهم في بدايه الدوري، محتاجين ان احنا نحافظ على تركيزنا كل الماتشات من قبل ما الدوري ما يبدا، واحنا مركزين من بعد ماتش السوبر وخلاص صفحه واتقفلت ودخلنا في الدوري ومركزين في الدوري، وكل حاجه او كل ماتش ليه تركيزه الخاص بيه بغض النظر عن اللي فات وعن اللي جاي. طبعا اللعيبه كان ليها دور في ان كريم يرجع بسرعه او كريم يكون مركز. اللعيبه اول ما نزلت ان اللعيبه كلها مستنياني وعايزه تبصيلي عشان خاطر محتاجين يرجعوا لي ثقتي في نفسي تاني. الكلام اللعيبه واول ما دخلت السكور اللعيبه كلها الحمد لله على السلامه، ناس بترحب بيا فالحمد لله. يعني الحمد لله انا يعني شعور بصراحه انا مش عارف اوصفه، وبشكر كل الناس اللي كانت واقفه جنبي وبشكر لعيبه زمايلي بصراحه، يعني كان دورهم كبير جدا الحمد لله. لقطه كارلوس يعني الراجل فرحان جدا، الراجل بقاله فتره قليله معانا والراجل حياك وفرحان جدا ليك يا كريم، دي حاجات كبيره جدا وعلى ما اعتقد بتفرق معاك بشكل كبير. يمكن من اول ما انا بدات انزل الملعب واحنا في النمسا اشتغلت مع كارلوس بشكل تخصصي شويه، او بنزل جزء من التمرين واخرج اشتغل مع بقيه التمرين، فكان التمرين دايما حماسي والشغل كان كويس وكنا بنتطور فيه يوم عن يوم، وهو كان مبسوط مني جدا في التمرين وشايف ان انا متحمس ان انا ارجع وشايف ان انا عندي دوافع وعندي حماس ان انا ارجع. عشان كده هو حياني تحيه خاصه لما رجعت، عشان هو كان شايف ده في التمرين، كان شايف قد ايه انا عايز ارجع وقد ايه عايز اكون يعني ارجع لفورمتي تاني، فعشان كده هو حياني التحيه دي. وانا بشكره جدا على الفتره القصيره اللي اشتغلت معاه فيها، بس كانت فعلا مهمه جدا يعني الحمد لله. مش هطول عليك، لكن موسم صعب وشاق محتاج كل الجهد وكل التركيز والرغبه المتجدده والدوافع، شايف الموسم ازاي؟ وبنقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ لان احنا نحافظ على الموسم ده صعب، عايز مجهود كبير وعايز شغل كبير جدا. هو يعني هو صعب انك توصل يعني سهل انك توصل تحقق حاجه او كده، بس صعب انك تحافظ عليها دايما، فده اللي احنا عايزين نعمله السنه دي. عايزين نحافظ على كل البطولات اللي خدناها، عايزين نكررها من تاني، عايزين نحقق حاجات احسن من السنه اللي فاتت. يمكن انا كمان عندي دوافع شخصيه ان انا لازم يعني عايز البطولات دي، لان انا ما دقتش طعمها وانا في الملعب، فعايز اخدها تاني. يعني نفسي ان انا احقق افريقيا تاني واحقق الدوري تاني وانا موجود في الملعب، فدي دوافع انا الشخصيه ودي دوافع الفرقه كلها ان هي تفضل محافظه على الالقاب بتاعتنا. طبعا هي دي الروح الاعتياديه، ده العادي في كل لعيبه النادي الاهلي. ويمكن كريم فؤاد برده عشان بقاله فتره زي ما هوانت كانت بتقول لحضراتكم كان غايب، هنقول مجازا ان هو راجع بطبيعه الحال جعان كوره، لكن للامانه الاحساس ده والاداء ده كان موجود عند كل اللعيبه اللي كانوا غايبين واللي ما كانوش غايبين. بعدين احنا كنا الوقت لغايه وقت مش بعيد نقدر نقول ان احنا عندنا سكواد قوي، لكن دلوقتي نقدر نقول عندنا سكوادين اقوياء، ثلاث سكوادات اقوياء، حتى الواحد صعب يستنتج بعد كده التشكيل ممكن يكون مين. بص يعني انت فاهم شايف أصلي؟ القوه اللي احنا لعبنا بيها امبارح وعارف مين مش موجود عندك؟ معلول، كهربا، حسين الشحات وغيره وغيره، يعني وما انت ما حسيتش ابدا بده. هو ده اللي احنا او ده اللي الجماهير كانت بتتكلم عنه زمان وقت موسيماني، لما لو انت فاكر يا كريم كنا بنقول احنا عندنا سكواد رائع جدا، بس هو السكواد الاوحد شويه، ما كنتش بتحس ان لو في مثلا لاعب حصل له اصابه او بعد عن الملعب ممكن ان في لاعب تاني يعوضه بنفس المستوى بنفس الشكل. لكن دلوقتي انت عندك زي ما انت قلت سكواد واثنين على اعلى مستوى،
كلهم عندهم نفس الجاهزيه، فده نجاح طبعا يحسب لكولر هذا المدير الفني اللي هرجع اقول تاني فعلا اكثر من رائع، عنده فكر كبير جدا، راجل بيخطط صح من اول يوم جه هنا، بيحاول برده يكسب الجماهير، وهو عارف لما تبقى داخل على شغل جديد او داخل على مرحله جديده مذاكر كل الجوانب بتاعتها كريم، دي مش سهله. فلا الراجل ده بيثبت اعتقد يوم بعد يوم ان هو فعلا جدير ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي بصراحه. وان كنا طبعا يعني اكيد مش سعداء قوي فيما يتعلق بماتش اتحاد العاصمه الجزائري، ولكن عزائنا الوحيد يا حضرات ان النادي الاهلي معودنا لو مثلا خسر بطوله بيعوضها لك بخمسه، فاعملي حسابك على كده الموسم ده ان شاء الله. وواضح ان شاء الله اكيد هيكون موسم قوي جدا، اكيد ضربه البدايه كانت ولا اجمل ولا اروع، كلنا كنا سعداء حقيقي بالسيطره والهيمنه اللي شفناها في ارضيه الملعب من قبل لعيبه النادي الاهلي. طبعا ما كانش غريب بالمره ان يتم اختيار بيرسي تاو بالامس كرجل للمباراه، افضل لاعب في اللقاء. الحقيقه كل تحركاته كانت هايله، من استلام لتسديد لبساط الى اخره، حتى تحركاته على فكره من غير الكوره كانت ممتازه، ودي برده من ضمن الامور المميزه جدا في كولر، فكره ان هو بيهتم بتحركات كل اللعيبه حتى ولو كانوا بدون كره عشان يخلقوا فرص تهديفيه بمنتهى السهوله، وده اللي شفناه امبارح بكل تفاصيله. الحقيقه رضا سليم كمان عبر عن سعادته بالفوز الكبير وسعادته باول مشاركاته في الدوري واول اهدافه مع الفريق، وزي ما كنا بنقول في البدايه الحقيقه عجبنا كلنا اداء رضا سليم ومدى الانسجام الواضح بينه وبين كل اللعيبه، وكانه لاعب قديم من ضمن لعيبه النادي الاهلي مش لسه داخل جديد على الفريق. تعالوا نروح نتابع مجموعة تصريحات أدلى بيها رضا سليم امبارح بعد اللقاء ونرجع نكمل الكلام. الحمد لله كنبغي نشكر اللعابة اللي كانوا رجالة في الملعب، المباراة ما كانت سهلة، عارفين كنواجهوا واحد الخصم اللي صعيب، الحمد لله حققنا واحد 3 نقاط اللي غادي تخلينا أننا نزيدوا نستمروا في باقي المقابلات. كنبغي نشكر جمهور الأهلاوي اللي جا ساندنا بكثافة، فريق الأهلي مزيد من التألق إن شاء الله ومزيد من المباراة إن شاء الله. يمكن أكيد الخبرات الكبيرة مع لاعبي النادي الأهلي قدرت إن هي تدخل رضا سريعا وينسجم سريعا، مين من اللاعبين اللي يمكن لبصمة كبيرة جدا مع رضا خلال الفترة اللي فاتت؟ بصراحه اللعيبه كاملين انني كيساعدوني داخل الملعب وخارج الملعب، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنبغي نشكر اللاعبين كاملين حيت لاعبين رجاله وشكرا لهم. اخيرا دوري صعب عندنا موسم مليء بالبطولات، تيشيرت النادي الاهلي قيمته كبيره جدا والهدف هو الحصول على البطوله، رضا شايف ازاي هذا الموسم الصعب والمليء بالبطولات؟ بصراحه اللعابه كيشوفوا ان هذا الموسم غادي يكون صعب، حيت اي فريق كيواجه نادي الاهلي كيبغي يقدم داكشي كامل اللي عنده، ان شاء الله احنا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا، غادي نديو الالقاب وغادي نفرحوا الجماهير الاهلاويه. طيب بص احنا اتكلمنا امبارح شويه انا وانت في الانترو لو حضراتكم برضو فاكرين على قصه الاشاعات اللي بتطلع والكلام اللي بنسمعه كل فتره، تحديدا كده في فترات معينه لازم يطلع كلام، لازم ناس تقعد يعني ترع قصص وتختلق قصص ليس لها اساس من الصحه، وتحديدا الكلام ده بيكون يعني النادي الاهلي هو اللي عنده نصيب الاكبر من لم يكن النصيب الاوحد كمان، دي مشكله كبيره او حاجه عليها علامه استفهام بصراحه. بس على كل حال احنا اخذنا على كده فما فيش مشكله، بس من اخر الحاجات اللي سمعناها واللي ابتدت برضو تتردد وللاسف مش بس على السنه بعض الاعلاميين اللي لهم على فكره كل الاحترام برضو في الاول وفي الاخر الاعلاميين دول يعني يمكن سابقنا او سابقني انا، ممكن يبقى يعني نفس خبرة كريم بس سابقني انا بسنوات طويله ولهم الاحترام واصدقاء لينا، بس الواحد بيحزن لما ودي مش اول مره تحصل بيطلعوا يتكلموا باسم النادي الاهلي بحاجات ليس لها اي اساس من الصحه، حقيقي الواحد ما بيبقاش فاهم طيب اللي قال لك المعلومه دي انت متاكد ان هو مصدر موثوق ولا انت بتاخدها مثلا بنسبه 80% وتقول ربما هتصيب، حاجات طبعا اعتقد مش الطف حاجه. بس على كل حال اللي احنا عايزين نوجه هنا فيه رساله، احنا دايما بنكلم نفسنا ما يهمناش الاخر، انا رسالتي انا وكريم لجماهير النادي الاهلي تاكدوا ان ما فيش معلومه هتكون سليمه الا لو صدرت من النادي الاهلي، لازم يكون في بيان من النادي الاهلي ساعتها حضرتك تاكد، او من قناه النادي الاهلي طبعا تاكد ان المعلومه دي معلومه صحيحه، غير كده لا. بالنسبه بقى للكلام الاخير واللي احنا سمعناه واللي تداول كمان على مواقع مختلفه طبعا، عقوبه كهربا وان تم عقوبه كهربا وفرض عقوبه على كهربا وكابتن خالد بيبو هو اللي فرض هذه العقوبه وحاجات زي كده كتيره ومشاكل بين اللعيبه، والكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه، وتحديدا كابتن خالد بيبو بالامس طلع بيان واتكلم كده تحديدا، هو قال كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة. خلينا نروح نتابع. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي وكل لعيبة الاهلي تعهدت ان هي لازم النهارده تكسب
تسعد جمهور النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا نكسب مكسب كويس. 4 أهداف طبعا حاجه كويسه. فرقه المصري فرقه كويسه واستعدت بشكل كويس، وعندها لعيبه، جابت لعيبه كتير اول السنه دي، بس احنا الحمد لله كنا مركزين وبشكل كويس وقدرنا ان احنا نكسب الجيم. يعني الحمد لله المكاسب بتكون مهمه جدا. يعني كريم فؤاد النهارده حاجه يمكن ربنا كرم الحمد لله، عوده من بعيد جدا جدا جدا. مودست النهارده اول مباراه، امام عاشور بيزيد في كل مباراه، رضا النهارده متالق. يعني ده بينعكس ازاي عليكم وعلى الجهاز الفني يا كابتن؟ بص طبعا انا كريم بالنسبه لي النهارده حاجه كويسه، بعد فتره طويله اللعيب لما يبقى اصاب اصابه كبيره ويرجع بالشكل ده، ده برضو يعني بشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي على المجهود الكبير اللي عملوه معاه عشان يجهز، وان هو يبقى اول مباراه بالنسبه له يظهر بالشكل ده، ده مجهود كبير اتعمل. فانا مبسوط له جدا وسعيد جدا بيه النهارده ان هو قدر ان هو يلعب وبيلتحم وبيشترك، وان هو كمان ربنا يكرمه بعد فتره طويله كده يجيب هدف، دي حاجه كويسه. امام بياخد خطوه، وان شاء الله امام لعيب كبير وعنده امكانيات كتيره. كل لعيب النهارده كانوا كويسين، والحمد لله ونتمنى بقى على طول الدنيا تبقى ماشيه بشكل كويس. انا مش طول عليك لان لسه انتوا راجعين للقاهره، لكن موسم صعب، البدايه باينه، عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات، مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات، محتاجه كل الجديه وكل الحماس وكل الرغبه، ودور اكيد كبير للكابتن خالد بيبو، لان اوضه اللبس مهمه جدا يا كابتن خالد، انت عارف بقيمتك الفنيه الكبيره جدا. اكيد موسم هيبقى صعب جدا، داخلين بطولات كتيره السنه دي وكلها في توقيتات قريبه من بعض، بتخرج من بطوله تخش على بطوله على بطوله ثانيه، يعني الموضوع طبعا مش سهل، بس هو ده يعني اللي عارفين، هو ده اللي عارفينه عن النادي الاهلي، ان هو لازم يعني في كل البطولات اللي بيخش فيها بيحاول طبعا يكسب، بيعمل كل مجهود، واللعيبه على طول بتقدر ان هي تفصل ما بين كل بطوله، والحمد لله يعني قدرنا، وهنحاول ان احنا نجتهد في كل البطولات، لان جمهور الاهلي يستحق، جمهور الاهلي هو رقم واحد عندنا، وكلنا سواء لما لعبنا كوره واشتغلنا نادريين ولعبت النادي الاهلي، كل واحد مسؤول في النادي الاهلي هو نمره واحد عنده جمهور النادي الاهلي، ودايما جمهور النادي هو اللي بيديك الدعم، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو اللي في ظهرك، هو اللي بيامنك، وهو اللي يبقى طول الوقت هو خط الدفاع الاول عنك. وانا اتعودت على طول عمري اللي بيدافع عني هو جمهور النادي الاهلي، مش اي حد تاني، جمهور النادي الاهلي هو في الفترات اللي انا كنت بحتاجه فيها والفريق بيحتاجه فيها كان جمهور النادي الاهلي نمره واحد. طبعا ده كان جانب من تصريحات كابتن خالد بيبو بعد ماتش امبارح، والحقيقه كلامه كله 100% مظبوط، وخصوصا فيما يتعلق بان جمهور النادي الاهلي هو الاهم على الاطلاق بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني، وبرده جزئيه ان ده قدر النادي الاهلي، ما فيش شك بقى في اجماع على ان قدر النادي الاهلي فعلا يكون دايما تحت ضغط، لان هو النادي الاهلي بطبيعه الحال. طيب تعالوا بقى قبل ما نكمل كلامنا ناخد فكره كده ونشوف درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. جت فقره يعني قراءه بقى الاخبار المتعلقه باخر اخبار النادي الاهلي تحديدا، طبعا الفرق بتاعتنا المختلفه، هنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، روزان نصر هناك زميلتنا العزيزه. روزان بونجور، صباح الهنا عليكي، واكيد انا وكريم كل الساده دلوقتي المتابعين سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار والمستجدات سواء لكرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. قبل ما أبدأ كلامي يعني خليني أقول لحضراتكم أن الأعضاء متواجدين بشكل كبير جدا من الساعات الأولى طبعا من صباح اليوم، يعني ده بسبب الحماس اللي شافوه أكيد في مباريات الأمس، الكل فرحان، الكل متحمس جدا لبداية الدوري. يعني خليني أقول كمان الكل هنا متواجد، في منهم اللي بيتناولوا الإفطار، في منهم كمان الأهالي المنتظرة طبعا أبنائها يعني خلصوا المدارس، فالكل هنا متواجد بشكل جيد جدا، وفي تزايد كمان في الأعضاء بشكل مستمر. خليني طبعا بقى أبدأ كلامي وأقول يعني ألف مبروك فوز النادي الأهلي على المصري البورسعيدي طبعا بنتيجة رباعية طبعا نظيفة، يعني كلنا أكيد فخورين وفرحانين جدا، مباراة الأمس سكور كبير أكيد يعني بنبدأ بيه الدوري، ويا رب كده يكون موسم استثنائي زي الموسم اللي فات على كرة القدم وكل الألعاب الأخرى. خليني بقى أقول إن يعني بعد هذا الفوز المميز مارسيل كولر المدير الفني للفريق عبر طبعا عن سعادته الكبيرة جدا، وقال
نسعى للبناء على ذلك ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون. وأضاف كمان أنه سعيد جدا بأداء إمام عاشور، وبالنسبة طبعا لمودست يعني بيحتاج شوية وقت للانسجام مع الفريق، ولكن هو بيثق فيه ثقة كبيرة جدا، وبيقول كمان أنه إضافة قوية جدا لصفوف الفريق. الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال، المشاركة طبعا في بطولة العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة، كان في طبعا جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق للإطمئنان بقى على كل الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة، وكانت كمان كل الأمور الفريق يعني جيدة سواء بالنسبة للإقامة أو كمان وسائل الانتقال من الفندق لصالة التدريب. وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل، واللاعبين هم سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فجوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، وأحمد مهيب. خضع كمان لاعبو الفريق الأول لكرة السلة رجال جلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية Intercontinental اللي بيشارك فيها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي وإيجانت الأمريكي وبون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني، واللي بتقام خلال الفترة من 21 ل 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة. اخيرا بقى كمان يعني مزيد من التألق والفوز، ولكن في كرة اليد حقق الفريق الاول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي فوز مهم على حساب فريق اصحاب الجياد في اللقاء اللي جمع بينهم امس ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، وبهذه طبعا النتيجة بيستمر الفريق في تحقيق الانتصارات بالبطولة بعد تحقيقه طبعا الفوز في اربع جولات ماضية. طبعا دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة ثانية. واحنا كمان بنشكرك يا روزان، وسعيده ان انت يعني تطلعينا على الاجواء هناك، وان في فعلا يعني اقبال كبير كمان من الاعضاء، وفكره كمان تحسن الجو كريم بيأثر بشكل كبير جدا. طبعًا الايام اللي فاتت كان يعني حر شديد جدا حتى في الساعات الاولى من الصباح، واحنا نازلين من البيت كمان الجو بيكون حر جدا يعني 7 الصبح و8 الصبح، لكن دلوقتي اعتقد الوقت او الجو تحسن، وفي نفس الوقت كمان احنا بيفصلنا عن بدايه فصل الخريف تقريبا يومين تحديدا، فاعتقد خلاص أصل اللي يصبر ينور. واحنا صبرنا حلول ولا لا؟ احنا صبرنا يعني ما ممكن الخريف يطلع برضه حر، فاهم؟ قولي بس يا رب يعدي الخريف والشتاء من غير ما يكون في اي ظواهر استثنائيه، لان الواحد خلاص ما بقاش عنده ثقه في الجو بصراحه ولا في الكوكب ده واخدنا ورايح فين. الكوكب بقى صعب والله. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه عن دوري ابطال اوروبا وتحديدا عن ماتشات امبارح، بس قبل ما نتكلم عن ماتشات امبارح تعالوا نستعرض الاول مع حضراتكم ماتشات النهارده. النهارده في اكتر من مباراه مهمه جدا في اليوم الثاني للجوله الاولى، طبعا اهمها على الاطلاق مواجهه ريال مدريد الاسباني مع يونيون برلين الالماني اللي بيشارك بعد غياب طويل بعد ما قدم الحقيقه موسم ممتاز في النسخه الاخيره من البونس ليجا، لكن في النهايه فرص الريال طبعا مع مدربه انشيلوتي ونجومه اكتر بكتير لو هنقارن ما بين الاثنين. المباراه الثانيه اللي هتاخد اكيد اهتمام اعلامي كبير جدا وجماهيري كبير هي مواجهه بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، يعني مواجهه ناريه وقويه جدا بين عملاقين كبار رغم تراجع نتائج الثنائي في الفتره الاخيره، لكن طبعا ستظل مواجهه كلاسيكيه بين فريقين حققوا لقب دوري ابطال اوروبا في اكتر من نسخه، ده غير طبعا اننا هنشوف صدام تكتيكي رهيب بين طبعا الثنائي توماس توخيل مدرب البافاري وتان هاج مدرب المان يونايتد، واكيد هينتج عن ده مباراه حلوه تستحق المشاهده. بص من بعد تان هاج اللي عمله مع كريستيانو وانا شايله منه بصراحه. يعني سامحي بقى سامحي بقى. يعني انا بحب مان يونايتد طبعا بس عشان كان كريستيانو برضو فيه يعني، لكن طبعا على كل حال اكيد ليه نادي ليه جماهيريه كبيره جدا بالملايين في انحاء العالم كلها، بس زي ما انت قلت المباراه هتبقى قويه. من المباريات كمان المهمه هي المباراه الثالثه اللي هتكون يعني اعتقد في مواجهه برضو قويه بين ريال سويداد الاسباني على ملعبه اللي هيستضيف
برضو وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان، يعني اللي بيعيش برضو خلينا نقول واحدة من أفضل فتراته، طبعا متصدر الدوري الإيطالي بعد ما حسم ديربي كان سموه ديربي الغضب وقتها أمام يعني ميلان بخماسية كانت رائعة جدا، ده غير طبعا هو برضو معاه جهاز فني مستقر جدا بقيادة المتألق طبعا إنزاجي، وفي كمان مواجهة أرسنال العائد مرة تانية خلينا نقول منافسات دوري أبطال أوروبا، اللي أعتقد أنه هو هينافس الموسم ده بشكل أقوى لأن هو ظهر يعني قوة برضو في الموسم اللي فات، لكن أعتقد عنده فرصة أنه هو بقى يوصل للنهائيات هذا الموسم يعني، فهم ماشيين أعتقد برضو أرسنال في مسارات أكثر من رائعة يعني. بص تفاصيل كتيرة جدا، مهم أن احنا كمان نطلع حضراتكم ونتكلم عن كمان ماتشات امبارح والنهاردة مع الناقد الرياضي معنا على التليفون لمزيد من التفاصيل أحمد غنيم. يا أحمد بونجور، صباح الهنا عليك في البداية. بونجور عليك يا هوان، صباح الخير عليك وعلى كريم وعلى كل مشاهدي قناة الهلال. بص هبدأ معاك كده برأيك، يعني شفت ازاي لقاءات أمس والنتائج كمان، هل هي مؤشر نقدر نقول للقادم ولا مش شرط، دي لسه البداية زي ما بتقال ما بيتمش التعويل عليها بشكل كبير يعني؟ وبالتأكيد لسه في وجهة نظري ده مؤشر يعني ليس بشكل نهائي، لكنه مجرد مؤشر. طبعا الاضواء كلها مؤثره على مجموعه البوت اللي كان فيها بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل. حاليا نيوكاسل استطاع ان يخرج بنقطه يعني ثمينه جدا من ميلان اللي يعاني في الفتره الاخيره طبعا بعد الخساره الكارثيه والتاريخيه ضد انتر في ديربي الغضب يونس الماضي. باريس سان جيرمان استفاق من التعثرات المحليه واستطاع ان يفوز بهدفين دون رد على دورتموند بفضل هدفين كيليان امبابي واشرف حكيمي. يمكن اللقطه الابرز يعني في مباراه امس كلها كانت مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف اللي سجله الحارس لاتسيو ايفان روبن. معلش يا احمد هستاذنك، هو الصوت انا اللي سامعاه بيقطع ولا الصوت مش واضح قوي بصراحه يعني؟ سامعني كده كويس يا هوان؟ اه كده افضل كتير، اتفضل يا احمد اتفضل. خلاص اوكي، يمكن اللقطه الابرز كما ذكرت هي اللقطه اللي حدثت في مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف الحارس الايطالي ايفان روبن في الدقيقه يعني 95، هدف انقاذ لاتسيو للخساره، يمكن ابرز لقطه وكل العالم بيتكلم. طيب معلش احنا هنعتذر يا احمد، هنرجع نعاود الاتصال ليك او بيك مره ثانيه لان الصوت بيقطع، ففي معلومات انا بتقع مني بصراحه انا ما كنتش سامعه كويس يعني. نحاول نتصل بيه مره ثانيه، ولان لسه عندنا كمان الحقيقه شويه تفاصيل كنا حابين نعرفها منه، ومنها مثلا فكره ان النسخه الحاليه من دوري ابطال اوروبا تقدري تقولي ان هي تخلو من جزء كبير من النجوم المعتدين اللي كنا بنقعد نتفرج عليهم. كريم بنزيما مش معانا او رجعت المكالمه. احمد سمعنا بيك مره تانية. اوكي ده هو كما ذكرت واشرت، هو يمكن دي كانت اللقطه الابرز اللي حدثت في مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف اللي سجله الحارس ايفان بروفيدن، دي كانت اللقطه الابرز في مباراه الامس بعيد عن النتائج، لان برشلونه كان مباراه كسله جدا، استطاع يفوز بخماسيه وتالق كبير جدا لجواو فيليكس، الصفقه اللي يعني اعتقد عليها انظار كبير جدا، سجل هدفين بالامس، ايضا روبرت ليفاندوفسكي امبارح سجل هدف ايضا مع برشلونه. يمكن دي كانت ابرز الاحداث في مباراه الامس، لكن تبقى لقطه مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد الطريقه اللي سجل فيها بروفيد الحارس لاتسيو الهدف، هي طريقه استثنائيه ولا احسن مهاجم الحقيقه، وكل العالم بالفعل بيتكلم على هذه اللقطه. يمكن دي كانت ابرز الصور في مباراه الامس في الشامبيونز. النسخه الحاليه من دوري ابطال اوروبا ناس كتير شايفه ان ممكن تبقى اقل بكتير من قبل كده، نظرا دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه انا ونهاوند، ان في كتير من النجوم اللي احنا متعودين نشوفهم في ماتشات دوري ابطال اوروبا ما بقوش موجودين اصلا في الدوريات الاوروبيه، ابتداء من كريستيانو رونالدو، ميسي، كريم بنزيما، ناس كتير الحقيقه عشان بس الاسماء اكيد نيمار طبعا. فإلى أي درجة شايف إن الموضوع ده ممكن يأثر فعلا على متعة المشاهدة؟ يعني لا أنا لا أتفق مع ده بصورة كبيرة يعني الحقيقة، لأن في نجوم لسه موجودين، نتكلم لسه إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، أشرف حكيمي، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، أسماء لا تعد ولا تحصى يعني في معظم طبعا ميسي ورونالدو أسماء رنانة، أول مرة من 2003 أشلا ميسي ولا رونالدو موجودين في الشامبيونز ليج، كريم بنزيما نفس القصة. اسماء كتيره جدا، نيمار، وان كان نيمار على بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي شايف انه كانت اضافاته على فريق الشامبيونز ليج كانت كبيره قوي، انه حتى لما راح بي اس جي ما قدمش الاضافه وما استطاعش كده البي اس جي تحت لقب الشامبيونز ليج اول مره في تاريخه، ويمكن باستثناء ميسي ورونالدو وكريم بنزيما هذا الثلاثي ممكن بالفعل يكون البطولات تفتقده، لكن مش افتقاد بالشكل الكبير اللي هو اكيد كان اجلا او عاجلا ستحدث هذه يعني هيحدث ذلك، وهؤلاء النجوم يا اما سيتركوا
يعني اوروبا اما عن طريق الاعتزال او الانتقال الى دوريات خارج اوروبا، لكن لا يعني لا البطوله موجوده بطريقتها وبقوتها، وحتى الدوريات حتى الان انا شايف ان معظم الدوريات حتى الان توقيتها قويه جدا. الحقيقه الدوريات الحقيقه الخمسه الكبرى حتى الان فيهم اثاره كبيره جدا. طيب احمد هختم معاك برضو بسؤالي عن توقعاتك، يعني احنا كل موسم يمكن بقالنا دلوقتي ثلاث سنوات او ثلاث مواسم ما بنشوفش جديد قوي في دوري الابطال، يعني برضو بيبقى في هيمنه على المراكز الاولى، شفنا بس يمكن تالق ارسنال الموسم اللي فات الى حد كبير وناس كتيره يعني كانت سعيده بهذا الاداء، ممكن يكمل ارسنال بهذا الشكل هذا الموسم، لكن هل برضو بتتوقع ان تنحسر برضو يعني المنافسات والرانكينجز الاولى مع برضه نفس الفرق ولا ممكن يبقى في اختلاف؟ والله بصي يعني انا هوند بعد تتويج ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا 2018 اصبح هناك فريق كل سنه فريق مختلف كل سنه بياخد دوري الابطال. مانشستر سيتي السنه اللي فاتت هو حامل لقب واقوى المرشحين رغم بعض يعني رحيل بعض النجوم زي كاي جوندوجان او رياض محرز، لكن يبقى مرشح بقوه. ريال مدريد رغم ان عنده في وجهه نظري عنده مشكله انه لم يتعاقد مع مهاجم صريح، لكن ايضا من اقوى المرشحين لان الدي ان ايه بتاع ريال مدريد هو منافس على الشامبيونز ليج. بايرن ميونخ لا اريد استبعاد بايرن ميونخ، احنا عنده اليوم مباراه صعبه جدا ضد مانشستر يونايتد، لكن مانشستر يونايتد بيعاني من ازمه كبيره جدا على مستوى النهائي في البريمير ليج. اخر مباراتين تعرفت كارثيه الحقيقه ضد برايتون باداء سيء جدا في البريمير ليج، وبالتالي بايرن ميونخ بوجود هاري كين هذا المهاجم الاسطوري من وجهه نظري واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ الكوره، بوجود هذا المهاجم انا اعتقد بايرن ميونخ من اقوى المرشحين. مانشستر سيتي ريال مدريد الفرق الايطاليه ما اقدرش اقول ان هي مرشحه بشكل كبير جدا، مع يعني ممكن انتر ميلان يوصل بعيد بعض الشيء، ما اعتقدش انه يبقى منافس، لكن انا اعتقد الترشيحات ممكن تحدث مفاجاه بالمناسبه. يعني احنا في بعض السنوات شاهدنا بعض موسم 2003 2004 بورتو البرتغال لانها فازت بالشامبيونز ليج مفاجاه. لا كده هو اخر ثلاث ايام انا ما سمعتش منهم غير كلمه مفاجاه. كان في فتره طويله في تقطيع كان في فتره طويله. على كل الاحوال بنشكرك طبعا الناخب الرياضي احمد غنيم على وجودك معانا وقراءه جيده طبعا كالمعتاد. هنكمل كلامنا مع حضراتكم وهنبتدي معاكم اولى فقراتنا الحواريه بمجرد العوده من هذا الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم اكيد عرب وكريم، وخلينا نبدا كده ونقول ان الاهلي زي ما احنا شايفينه متعودين وسعداء بالخبر ده، طبعا بيبدا موسم جديد برباعيه مهمه جدا وماتش كبير وفوز طبعا اكبر واداء كان رائع جدا وكل حاجه حلوه ممكن ان انت تقولها عن هذه المباراه تقدر ان انت تسردها باريحيه كده بشكل كبير كمان. مباراه بقى واستعدادات الفترات اللي جايه وطبعا محليا وافريقيا، خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز جدا كابتن فتحي نصير نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي بالاتحادين المصري والافريقي، صح كده؟ والدولي. صباح الهنا. صباح الخير. وحشنا يا كابتن فتحي والله، منور الدنيا كلها. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله. عايزين طبعا نتكلم بقى مع حضرتك بدايه اكيد عن ماتش امبارح. ويعني بشكل عام في المجمل كيف رايت هذا اللقاء؟ وبعد كده بقى هنقف مع حضرتك عند هدف هدف واسيست اسيست. تمام. اولا بنهني كل جمهور الاهلي بالاداء المتميز لفرقه النادي الاهلي في افتتاح الدوري في مباراه قويه، مش من المباريات اللي انت تقول ان دي بدايه دوري يعني، وخصوصا بعد اللي حصل في الطائف. مباراه كاس السوبر اللي كانت في الطائف ما بقولش النادي الاهلي فرط فيها، لكن النادي الاهلي ظروفه، يعني ايه ظروفه؟ في حاجه بنقول عليها لياقه المباريات، فورمه المباريات للعيبه، واعداد اللعيبه النفسي والخططي والبدني والمهاري، كل ده مفروض يتحضر صح بعد فتره توقف. لاول مره النادي الاهلي من 3-4 سنين ما يتوقفش الدوري، هم خدوا فتره راحه. فتره الراحه دي عايزه اعداد، ان انا اعد اللعيبه وارجعهم تاني لفورمه المباريات وارجعهم تاني لفورمه اداء المباريات ولياقه المباريات، ولياقه المباريات ما تقدرش تكتسبها الا بمباريات. فهم كانوا احنا لعبنا ماتش في النمسا، ماتش في مع طلائع هنا نتيجته يعني كانت 1-0، نتيجه مش اللي هي النتيجه القويه، ورحنا لعبنا المباراه، فاللعيبه ما كانتش واصله لهذه القمه. بدليل ايه؟
اللعبه المهاريه اللي هي موجوده والاداء اللي هو موجود بتاع لعيبه النادي الاهلي يظهر لما تكون في لياقه تنفذ لهم اللي في مخهم. فطبعا ما فيش اللياقه اللي تنفذ لهم اللي في مخهم، فبقيت انت زي فرقه الجزائر بالظبط، انت وهم واحد، بدليل مباريات الفرق الاربعه الافريقيه اللي في مصر سواء الاهلي سواء الزمالك بيراميدز فيوتشر، الاربع فرق ما حدش فيهم سجل اهداف خارج ولا واحد في الاربع مباريات، لان لسه لياقه المباريات وفورمه المباريات لم يكتسبوها اللعيبه. بس ممكن اقول حاجه هنا كابتن فتحي، يعني ما دي تبقى مشكله على فكره اكبر من الخساره، لان انا ما اجي اتكلم كده كده لازم في طبيعي في العالم كله اللعيبه بعد موسم وموسم بتاخد بين موسم وموسم تاخد فتره راحه. فتره الراحه دي هم وهم في فتره الراحه مسؤولين ان هم يحافظوا على لياقتهم، لما بيعودوا من الراحه مره تانية الجهاز الفني كله برضو اللي بيبقى مسؤول على عوده اللعيبه مره تانية للمستوى القديم. فدي نقطه ما هياش افضل شيء ان انا اتكلم ان المشكله كانت في اللياقه بتاعه اللعيبه، لان انا هقول برضو لو تسمح لي او هنقل وجهه نظر، البعض قال ان اللعيبه مش ما كانتش في حالتها الفنيه الجيده او اللياقه، لا كان في استسهال للمباراه، في ثقه زائده ان الفوز احنا خلاص عندنا احنا يعني مسيطرين، فده اللي ادى طبعا بجانب عوامل اخرى، بس ده اللي ادى للخساره اللي احنا شفناها. يعني انا يعني ما بحبش دي قوي، حتى دي سبب من الاسباب لكن مش هي السبب، لكن السبب اللي انا بقوله لحضرتك احنا اتحطينا في هذه الظروف، مش انا اللي بقول ده، مش رايي، ده العلم هو اللي بيقول 10 ايام فرقه النادي الاهلي في النمسا غير كافيه لاعداد فرقه لبطوله. صحيح، مباراه وديه واحده اكيد لا تكفي، ومباراه هنا مع الطلائع، يعني مباراتين لسه لم يكتسب فورمه المباريات والاكتساب. فانا ايه اللي خلى ماتش المناجم، بقول الكلام ده ليه، ايه اللي خلى ماتش المصري يبقى احسن رغم ان هم نفس الفرقه ونفس اللعيبه ونفس الظروف؟ بالعكس، فرقه المصري فرقه مش سهله، وبرده انعكس اللي حولها ايه، فريق نادي المصري مجموعه لاعبين علي ماهر من المدربين المتميزين الصاعدين الواعدين، جمع مجموعه من المواهب برده كون بها فرقته، بس لياقه المباريات والهارموني بتاعهم وفورمه المباريات اللعيبه مع بعضها متباعد، عشان كده مش هي دي فورمتنا. المصري ده احنا تعادلنا معاه في اخر الدوري لما كنا في الكاس وكسبنا بعد كده بهدف. الكلام ده مش راي فاتح نصير، ده الراي العلمي اللي بيقول. فاحنا لما لعبنا مباراه واثنين وثلاثه فجات المباراه المصري، ويمكن الكلام ده انا قلته مع الزميل احمد سمير في السادسه كان بعد الماتش على طول، فبيقول لي انت خوفتني من ماتش المصري، قلت له لا بالعكس، انت خدت ثلاث مباريات دلوقتي، خدت النمسا والطلائع والفرقه هنا، فاذا اصبح ثلاث مباريات اللعيبه هتخش الفرق، واخدت دافع قوي كمان، انت عملت برضو بدايه بتاعتك كانت بخساره يعني ما هياش قليله، فانت لازم يبقى عندك دافع قوي تصالح بيه برضو الجماهير. يعني بقى هنا بقى المباراه دي لها عده دوافع، اول دافع زي ما تفضلت قلت ان لابد ان انت تصالح جماهيرك من اللي حصل والمباراه دي، تاني دافع اللعيبه عايزه تثبت وجودها انها فعلا عند المسؤوليه وهم لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه البطولات، ثالث دافع ان دي بدايه الدوري وعاوزين يحافظوا على الدوري من اول مباراه، رابع دافع بيتذكروا مباراه المصري الاخيره، خامس دافع كل لاعب من اللعيبه الجداد اذا كان امام عاشور امام عاشور ورضا الاثنين جداد فبداوا يتاقلموا ويقربوا للفرقه ويحسوا بالفرقه والدوافع بتاعتهم بدا عالي. رجع تاني خامس دافع لما نقول بيتستا ولما سافر وعلي معلول سافر في الماتش الاخير وراحوا لعبوا مع بلادهم في جنوب افريقيا وفي تونس ورجعوا، يعني في هذه المباراه مليئه بالدوافع، فالدوافع دي سهله. وكمان سكواد النادي الاهلي حاليا مليء بالنجوم المتالقين، مهارات على كل شكل ولون، شايف الى اي درجه الموضوع ده هيسهل ماموريه كولر في الفتره اللي جايه في مساله الروتيشن، لان احنا عندنا دلوقتي اكتر من سكواد، مش سكواد واحد الحقيقه. ايوه، عنوان واحد يا كريم، يعني هو ده اقوله، عنوان واحد، التسديد مفتاح الفوز. النادي الاهلي في السنوات السابقه
كان يفتقد لمن يسدد على المرمى. الفينال بتاعنا يعني. انك تسددي يعني الفينال، لا مش مش انهاء الهجمه، ما هو انهاء الهجمه ممكن بهجمه منظمه، ممكن انهاء الهجمه بباصه شويه هتخش جول، ممكن بالدماغ تخش جول، لكن التسديد من خارج المنطقه. التسديد كان له دور وفعل السحر. الاربع اهداف جم من تسديد، ما جوش من لعب عادي. ماذا والا اللعيبه دي لو ما شاطتش مش هيخش جوال، وهتبقى المباراه تعادل، لان احنا ما عملناش من الهجمات الخفيفه او المنظمه او بالراس او بالجنب او ببطن القدم، او لازال لسه عندنا علامه استفهام على الضربات الركنيه. الضربات الركنيه مهمه جدا، لازم هي المكسب النادي الاهلي. ايه نوع التحفظ اللي عند حضرتك بخصوص الضربات الركنيه في ظل وجود علي معلول وقفشه بصفه خاصه؟ ما هو كويس كل دولت موجودين، مش في رفعه الكوره، في ان مين ينهي ان يلعب الكوره استلام الرفع وان هو يستغلالها. انا بقول دلوقتي ان النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت بينقصه حاجتين، التسديد من خارج المنطقه والضربات الركنيه، الضربات الثابته عموما، الضربات الثابته والتسديد من خارج المنطقه. فاصبح عندنا دلوقتي جابوا اتنين لعيبه، يبقى ده تفكير النادي الاهلي في اختيار اللعيبه وتدعيم الفريق مش بالكم، مش بعدد كبير من اللعيبه، لان احنا مش رايحين خناقه ولا رايحين هوجة عرابي بقى هينزل كل الناس ضد، لا ده هم 11 ضد 11. فاختاروا ايه النواقص؟ النواقص التسديد على المرمى، النواقص استغلال الضربات الثابته. فعندنا النواقص كملناها، امام عاشور بيسدد و رضا سليم كمان، رضا سليم بيسدد. فاصبح عندي اتنين لعيبه قادرين على احراز الاهداف من خارج المنطقه. ان شاء الله مودس لما يتاقلم ويسخن معانا هيسدد، مودس ده هيديه ويضيف العاب الهواء. يبقى انت كده سيطرت عليها بري وجوي. ضربات الراس يعني دي اللي احنا بنقول عليها. اما اقول ضربات ركنيه، لان انا جالي في مباراه السوبر 11 ضربه ركنيه ولم تستغل، فكانش لسه اللعيبه ما استوعبتش، ما دخلتش، ما تاقلمتش. بس بعد ماتش امبارح اعتقد نقدر نقول ان احنا دخلنا رسمي بقى في فورمه ولياقه المباراه بالتسديد، لان كل الفرقه كريم بتتكتل قدام النادي الاهلي وتقف وستاره دفاعيه ونقعد نلعب على كده، ممكن لو قعدنا يومين ما نجيبش جول، لكن احراز الاهداف بالتسديد هي السر الوحيد في ان انت اصبحت خطر وخطر وخطر على اي فريق. كويس جدا. طيب قبل ما نقفل بقى ملف الاهلي والمصري، لان برضو عايزين نتكلم عن المصري شويه، علي ماهر بعد المباراة كان ليه برضو بعض التصريحات في المؤتمر الصحفي، اتكلم ان يمكن ما كانش الحظ بيساعده قوي، ان هو برضو اول بداية كانت مع النادي الاهلي. اتكلم عن ان النادي الاهلي لعب مباراة رسمية سابقة، فهو دي بالنسبة له اول مباراة رسمية، فبالتالي هم ليسوا بنفس جاهزية النادي الاهلي. اتكلم برضو ان كان في سيطرة في الشوط الثاني تحديدا، واللي حصل برضو من الطرد ده اثر على اللعيبة، فيعني في عوامل كتيرة، لكن في الآخر هو تحمل المسؤولية، حتى قال أنا اللي بتحمل مسؤولية الخسارة. هل بتشوف فعلا أن المدير الفني هو اللي بيبقى مسؤول عن الإخفاقات، ولا كان المصري ليس الأفضل كمان أمام النادي الأهلي زي ما كابتن علي كان بيتكلم؟ دي فلسفة وذكاء ونضج علي ماهر. كان ممكن ينزل يقول والله فلان أخطأ وفلان أخطأ وده ما نفذش اللعيبة وأنا قلت لهم على حاجات وتنفذت وكده، لو عمل الكلام ده وقال الكلام ده هيفقد اللعيبة طول الموسم، لكن هو عايز اللعيبة يكتسبهم، وبيقول أنا المتحمل، أنا المتحمل عشان يشيل من عليهم الضغوط. لكن في الغرف المغلقة وفي خلال تدريباته أكيد هيصلح من أخطاء كتير من اللعيبة. هو إذا كان علي ماهر برضو، أنا اللي كان يخوفني قبل المباراة إن هذه المباراة علي ماهر خد الفرقة وراح المغرب وعمل معسكر ولعب مباريات، إذن من الفرق القليلة هو اللي خرجوا بره مصر اللي هو كان النادي الأهلي والمصر بورسعيد وبيراميدز اللي راح تركيا، لكن إذن مفيش فرق تانية سافرت، إذن هي فرقة جاهزة وعلي عارف. بس هو اللي لسه بقول عليه اللعيبه السكواد بتاعه، اللعيبه الجداد كتير، هو غير كتير في الفرقه فمشكل مجموعه كتير، لسه ما دخلش الكلام اللي بقول عليه بقى الهارموني نقول ايه
فورمه المباريات ان هم مربوطين ببعض، ان انا ماشي كده وبلعبها له وانا مش شايف بلعبها له، زي الاهداف اللي جابها بتوعنا ايه فورمه المباريات، هنبقى ماشي كده وبيمشي وبيعملها كده وعارف انها رايحه لبستاو. دي ما بتجيش في يوم وليله، لكن دي اصلا هي عندهم واحنا صححناها بالتمرين والمباريات وكده، دي بتديله فورمه المباريات. هي دي النقطه بقى كابتن فتحي. يعني اللي انا عايز اقوله ان برضو بالجدول اللي عندنا والضغوطات، يعني لما تيجي تبص على الدوريات الاوروبيه ما فيش حاجه اسمها لما بيبدا الموسم ببتدي الفريق بتاعي المباريات. يعني يدخل في انا بعمل اعداد وبعد كده لما بدخل الموسم الجديد انا ببقى على جاهزيه كامله، فالوضع عندنا مختلف عشان ضيق الوقت، احنا بنبتدي نجهز واحنا في البطوله نفسها. هقول لحضرتك ليه، الدوري عندنا انتهى متاخر، فانت خدت فترة راحة. وفترة الراحة دي برضو رحت جاية عشان تعملي فترة إعداد. فترة الإعداد قليلة جدا جدا بالزبط. جدا لفترة الراحة اللي احنا خدناها. يعني مفروض على الأقل فترة راحة الإعداد 3 أسابيع. على الأقل. لو قلت 3 أسابيع يبقى كلامي اللي هيمشي ده فيه إن أنا 3 المباريات اللي لعبتهم نهيتهم المصري زائد 10 أيام هم كده 3 أسابيع. عشان اجهز الفرقه. أيوة. فالفرقه جهزت هنا اللي مش موضوع لياقه بس، مش موضوع مهاره بس، ان انا مخي اللاعب خصوصا لعيبه النادي الاهلي كلهم مهاريين بروميسنج. المهاري ده عنده المهاره في دماغه ما فيش، مش هينساها، بس عايز البدني اللي ينفذ له اللي في دماغه. يعني ايه البدني طبعا. اللي ينفذ ف يعني نقول على سبيل المثال كابتن محمود خطيب ليه بطل، ولما جه بطل في كده وقاعدين بنتناقش يقول لي يا كابتن انا في دماغي حاجات كتير بس جسمي مش قادر ينفذها. فتبدا ان هو مش قادر ليه، البدني بتاعه مش قادر. طب البدني بتاعه مش قادر ايه، خلاص العضلات تعبت والاصابات اللي كانت عنده واو وكده فبطل كوره. نيجي بقى للاعب الصغير دلوقتي لسه فريش، لازم يبقى عنده بدني يساعده في تنفيذ المهاري اللي هو بيبدا من دماغه. على ذكر المهاري والمهارات، تعالى نقف يا كابتن فتحي عند الاجوان اللي اتحققت امبارح، الاهداف اللي اتسجلت امبارح، وبدايه كده رايك ان الاهداف احلى ولا الاسيستات اللي وصلتنا ليها هي اللي احلى؟ لا، ما هي كلها منظومه مكتمله، كلها بتكمل بعض، كلها يعني الجمال واحد على الكل. حضرتك لما انت الستايلز بيجيب لك البليزر مع البنطلون مع القميص، كله بيدي حاجه واحده. اللاعب ده مهاري كويس هيقدر يجيب جول، بس مش هيوصل للكره دي. يعني شوف الكره اللي بتتلعب دلوقتي اهو، مش ممكن هتعرف منين. بس اهم حاجه يعني امام عاشور بيصلحها، طب اهم حاجه ان في واحد بيشوط، ما انت لو ما بتشوطش مش هتتنفذ. صحيح. يعني لابد ان انت مهاره التسديد تكون موجوده، ان انت عندك القدره انك بتصمم انك بتشوط، ومش بتشوط في السماء بتصطاد عصافير، انت بتشوط في المرمى، تسديد في المرمى انجول. يعني هنشوف تاو كان متالق امبارح الحقيقه بيرسي تاو. شوف هاني عملها كده وهو مش عملها، هو مش شايف بيرسي تاو، هو عارف انه هيكون هنا. فالتاني لما بيعمل سبيد تيرن ان هو بيكون بسرعه، سبيد تيرن بيلف مع السرعه دي ثم التسديد على رجله الشمال طبعا. وبعدين بيلوموا جول المصري محمود جاب ما يعملش فيه حاجه لا هو ولا غيره. طبعا لان يعني الكره شوف الكره دي كمان فظيعه، دي اسيست من امام عاشور. نفس امبارح كانت هو سهل الممتنع. لا يبان سهل الممتنع لما تنفذ كره القدم الحقيقيه طبعا. ان انا بلعب له في المساحه الخاليه، والتاني ان انا بعمل باخد كرتي على جوه. يعني مثلا اللي هو بيرستاو لو كان ناحيه الشمال مش هيعرف يجيبها جول، لكن هو كده فجت على عدلته فبيقدر بيشوط بشماله من جوه في الزاويه البعيده، فمحمود جاد مش هيقدر يعمل حاجه. اهم حاجه المكسب اللي ارحني انا كفتحي من خلال هذه المباريات التسديد. شوف هنا طبعا. فكره ان هو يسدد مش فكره والكعب اللي قبل التسديد. ايوه الكعب اللي هو بيعملوه قبل التسديد، لان متوقع ان راح اللاعب بيكملها، يعني الاثنين بيكملوا بعض. ففكره جرأة اللاعب وشجاعه اللاعب ان هو يسدد، هي دي الموجوده. مفيش لعيبه في مصر، احنا يعني
ماتشات كتير كانت بتقف وتنتهي 0-0 وتنتهي 1-0 وتنتهي كده وموت على الجول، لان ما بنفكرش بنوصل في النهايات طبعا او في الخواتيم اللي في الاخر قدام المرمى ولا نسدد. اصبحنا دلوقتي عندنا اسلحه التسديد موجوده. لا وزي ما ذكرنا في بدايه الفقره يعني انت كمان عندك سكواد وسكواد اخر يعني ممكن تقول ميرر لي بنفس القوه بالزبط. بنفس الاداء، مع ان انت دلوقتي برضو بتتكلم 9 غيابات في هذه المباراه وكلهم برضو لعيبه مهمه جدا، بتكلم عن السوليه، بتكلم عن كهربا، الشحات، لاذاب مختلفه وغيرهم وغيرهم واكرم لا طب. 9 غيابات اساسيه تقريبا تعتبر، ولكن الاداء انت ما شعرتش ان في اي لاعب مش متواجد، او يعني فعلا فكره ان انا ارجع تاني بالكلمه الشهيره الاهلي بمن حاضر، لا هي تنطبق فعلا يعني في هذا الموسم اعتقد. اقول لحضرتك ليه؟ لان هو دلوقتي النادي الاهلي ما فيش لعيب اساسي ولعيب بديل. يعني ليه صحيح. احنا نسينا اللعيبه التسعه دول. صح اكنهم غير خلاص انساهم. صحيح. انت ما انت عندك اساسيين احسن من نتقدم تسعه، يعني مش واحد ولا اثنين، تسعه ما خدناش بالنا من غياب، يعني التسعه، يعني انت فرقه كسبان 4 هتشيلها تقول لهم ما لعبش وهجيب غيركم؟ طب ما خلاص، اذا اصبح كله في مستوى واحد. صح كله وده قريب نجاح من بعض. ده نجاح كبير طبعا للمدير الفني، كله قريب من بعض. يعني نجاح للمدير الفني، نجاح لاداره النادي انها توفر اللعيبه للاماكن اللي ناقصه وتجيب لعيبه فعلا هي دي اللعيبه للنواقص اللي عنده. انا ما عنديش حد يشوط، جابوا له اللي بيشوطه فجبنا جوال، فاذا دي تشجع ان انت تسديد. اي حاجه في كره القدم دلوقتي، عموما كره القدم العالميه، اللعب والاستحواذ مش كفيل انه يكسبك مباراه، لكن اللي يكسبك مباراه هو احراز الاهداف. طب تحريز الاهداف بايه؟ لا اما بلعب واستحواذ ماشي، بضربات ثابته ماشي، بالتسديدات. والتسديدات هي السلاح الوحيد، واصعب حاجه للمدافعين ان يكون عندك صادق لاعب بيلعب طب. بيسدد من اي مكان، بيسدد يمين وشمال، فاحنا عندنا مجموعه لعيبه هتزيد طالما عرفنا الطريق وجربناه. ان شاء الله نطمئن على اللي جاي باذن الله للمباراه القادمه. في بعض الاصوات يعني طلعت برؤيه معينه، يعني في ناس شافت ان مودست ما كانش مؤثر قوي في اللقاء الامس، وفي المقابل كان في ردود على هذا التصور او هذا التخيل، ابتداء من ان لسه ما خدش وقته في الاندماج، مرورا بان قد يكون ليه دور خفي احنا ما كناش مدركينه، ليه علاقه اكتر بالتفكير الاستراتيجي الكولر، فكره ان هو يخلي مودست يلعب، وبطبيعه الحال الدفاع في الفريق المصري هيبقى عامل حسابه ان في عرضيات هتروح لمودست اما من علي معلول او من محمد هاني، فبالتالي يعني اهتموا اكتر بالجناحين. انا عايز اقول كده والوسط يعني في المقابل كان في ثغره في النص. احنا نقدر نقول على مودست في حاجه واحده، لا نتكلم ولا نظلمه ولا نحطه كده، ده لاعب حتى الان ما يعرفش اسماء العشر لعيبه اللي بيلعبوا معاه، ما حفظهمش. يعني اسماء ده اتمرن تمرين، هم لعبوا امتى؟ لعبوا يوم الجمعه في الطائف، السبت عمل عمره ورجعوا، والحد خدوا راحه، والاثنين اتمرنوا، والتلات لعبوا. طب هيعرف يعني هو ما راحش يعمل عمره طبعا، لان يعني ديانته ما فيش. أيوة طيب. أيوة. طيب اذا يعني ما كانش معاهم يعني في اليوم ده كمان ما كانش معاهم، وتاني يوم اجازه ما كانش معاهم، اصبح يومين هو مش معاهم، ف وراح جاي تمرين واحد، فالتمرين واحد ما حفظش انك تحفظ حتى اسم اللعيب ده، ما هو ده يعني بيبقى فيها صحيح. احساس. بس هو ممكن يكون شتت الفريق الاخر في فكره التركيز معاه وفتح تحركاته، وكان وجوده في الملعب كان في شيء من التمويه للناس. تحركاته بدون كره هي دي اللي ساعدتنا، ان الكلام اللي انتوا حضرتك بتقولوا عليه ان هو بيتحرك بدون كوره، فما ظهرش. احنا الناس عايزاه هو اللي ينهي الهجمه النهارده. هو مش موضوع ان ينهي الهجمه، هو زي ما بتقول ممكن انت تلاحظ وتختار وتحس بالفرقه من خارج الملعب لو قعدت تتفرج، فهو حس بيها يوم مباراه السوبر. لكن كولر عايزه يحس مع الفرقه، يعني يخش معاهم يندمج معاهم، هيبقى مش افكت 100% ماشي، بس يبقى من ضمن المجموعه
وكان وجوده مفيد. فطبعا وجوده مفيد انه في تحركاته اللي بدون كوره، وجات له فرص كان ممكن برضو تيجي اهداف طبعًا. لكن لازم نستنى عليه ماتش واتنين، هتشوف حاجة تانية بقى، هتبدأ تشوف الأوفرات ازاي، تشوف التسديد ازاي، تشوف الحاجات اللي هو عنده. فما حرام ان احنا نظلمه دلوقتي في اي حاجة، يعني لازم نستنى عليه شوية. هيزيد لما كل الفرقة ما زادت، هو هيندمج اكتر فيه، وخصوصا اول مباراة تبقى في ضغوط عصبية على كل اللعيبة. انا اول مباراة ليا، واول مباراة اصلا الفرقة مضغوطة، واول مره شاف جمهور، واول مره راح على اسكندريه، فحس الدنيا مش سهله يعني. لكن في النهايه دي ادته دفعه ان الفرقه كسبت 4 وهو في وسطيهم، فدي طبعا بتديله دوافع وتديله اراء انه يفكر فيها، يشوف اللعيبه ازاي حاجه يعني ما شاء الله. كلام جميل. انا عايزه اروح مع حضرتك برضو كابتن فتحي النقطه انا وكريم اتكلمنا عنها في الانترو، وهي لو موجوده بقى كانت ايام حضرتك برضو زمان وايام جيلكم يعني اطلعنا عشان الواحد يبقى فاهم، احنا يعني كناش عايشين تفاصيل قوي المرحله دي. برضو دايما مع بدايه موسم جديد او ميركاتو للنادي الاهلي تحديدا بيطلع كلام واخبار، وللاسف الشديد ممكن كمان تبقى من منابر اعلاميه محترمه لها كل التقدير يعني، وكلام خاص بالنادي الاهلي وداخليات يمكن احنا يعني حتى ما سمعناش عنها واحنا معنيين داخل النادي بالزبط. فبتطلع حاجات زي كده كتيره جدا، ويبقى فيه لغط واشاعات وحاجات من هذا النوع، هي لا تؤثر على اللعيبه ولا تؤثر مع جماهير النادي الاهلي بطبيعه الحال، لكن الواحد بيبقى مش فاهم هي ايه كم الاهتمام بالنادي الاهلي والسيناريوهات، وان كل واحد عايز يطلع يقول لك انا عارف اللي بيحصل جوه النادي واروقه النادي واوضه اللبس، الكلام ده عارض تماما من الصحه. وسمعنا اخر حاجه طبعا وتصريح كابتن خالد بيه وفكره فرض عقوبات على كهربا، خناقه حصلت مش عارفه بين مين ومين، مشاكل مش عارف ايه، يعني ايه الاستفاده من حاجه زي كده؟ اقول لحضرتك، هم الفرق أو اللي ينتموا لفرق منافسة للنادي الأهلي في الملعب ما بيقدروش عليه كلعيبة يعني، ما فرقة ضد فرقة ما بيقدروش عليها، فلازم يشوفوا وسائل وأساليب تؤثر على اللعيبة دي. اللاعب ده جاهز بدني ومهاري وخططي، وجاهز إنه هينزل يأدي كل حاجة، وجاهز إنه يقدر اللي هيسجل هيسجل واللي هيدافع هيدافع، كل ده هم جاهزين. عايز يأثر عليهم سلبيا عشان يقلل من قدرته على الأداء في الملعب بإيه؟ إنه يقول عليه معلومات خاطئة، فالمعلومات دي لما تتصرف في السوشيال ميديا في الزمن ده وتنتشر تبدأ ممكن تأثر عليه بالسلب للاعب الضعيف مش اللاعب القوي. لعبة النادي الأهلي عندها إيمان بالله، عندها القوة، عندها الثقة في الله، عندها الثقة في أنفونس، عندها الثقة في إدارتهم، والإدارة عندها ثقة في لعبتهم. الثقة الموجودة دي بلوك مقفولة ما حدش يخش فيها. هل كان بيحصل كده برضو زمان كابتن فتحي أيام حضرتك؟ لا 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 ما فيش الكلام ده. لا لا منافسة كانت على أرضية الملعب فقط يعني طبعا. وكانوا بعد ما يخلصوا صحافة رياضية مظبوطة وأقلام واعية هي اللي بتكتب وبتنتقد. لا 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 الكلام ده يعني ما فيش إن حد يقول الكلام، وبعدين حتى الصحافة زي ما بتقول طبعًا. ما بتقولش الكلام ده، ما بترددش الكلام ده، لا كل ده جو اللي احنا فيه دلوقتي التطور. ولا كان في شهوه البحث عن ترند اصلا؟ ايوه او يعني تعمل فكره في حاجه وتفكر في حاجه وتخلق مش يعني مشكله يعني. وحضرتك بترد على نهواند في سؤالها ده، يعني قد يكون ده فعلا يعني اللي حاصل، لكن برضو يعني اكيد في مساحه برضو لان صناع البرامج دي عايزين يحطوا شويه ملح وفلفل عشان يبقى في برضو كلام بخصوصهم تتقطع اجزاء معينه. ايوه ما هم مش لاقيين يعني، انا مش لاقي حاجه اتكلم في. انت هنا دلوقتي قعدنا لما بنتكلم كلنا في ايه؟ بنتكلم في انتصارات الاهلي واجابات الاهلي عفوا واجابات الاهلي والحاجات دي، خلاص الحلقه ضاعت في كلام محترم وكلام علمي وكلام مظبوط. لو احنا ما فيش والفرقه منهاره في كده هندور على حاجات تانية عشان نشغل بيها ونخلي الساده المشاهدين اللي هم بيشوفونا دلوقتي فعلا يفكروا يقولوا الكلام ده صح، ده قالوا كذا وده عملوا ايه وده عملوا ايه. احنا لا، احنا عندنا لاعبتنا في نقول مثلا في الانبوبه اللي هم مغلفه ايام الكورونا لما كانوا بيقولوا انه في الفقاعه، احنا في فقاعه لعيبه النادي الاهلي في فقاعه ما حدش بيقدر يخش جواها وما حدش منها بيخرج، فهم يعني معقمين
من كتر الدعامه الحاجات اللي هي بتاثر فيهم دي. حلو جدا. نخش على الماتشات برضو واللي لفت نظري جدا، هل كنت متوقع فوز زاد على الاسماعيلي؟ يعني كان ناس كتير قالت لك لا مستحيل، وحتى لو كان في تدعيم كبير جدا زاد تقريبا 22 صفقه يعني رقم برضو كبير يعني. انت هل ده برضو صح او غلط يعني؟ ممكن اسال حضرتك فيه ان انا ادعم ب 22 صفقه، يمكن انا عايز بقى اوليهم دوافع على ده، بس كنت متوقع زاد يكسب الاسماعيلي؟ لا، مع الفرق اللي زي كده زاد يكسب الاسماعيلي. الاسماعيلي برضو بيتعافى، الاسماعيلي لسه طبعا بيتعافى لسه، انه ده مريض من السنه اللي فاتت وما عندوش كان يسجل حد دلوقتي، وما عندوش تقييم دلوقتي، مجلس اداره جديد، مدرب جديد، اداره جديده، كل كله جديد في جديد. فالجديد في جديد ده مش هيأثر بالايجاب مره واحده على فرقه الاسماعيلي، وخصوصا ولاعيبه كتير نقصوا من الاسماعيلي اساسيين، يعني منهم باهر اللي لعب معانا ده كمدافع، باهر محمدي ما هو كان في الاسماعيلي وكان موجود طبعا هناك. فكل ده وجات لهم ضرب الجزاء الاسماعيلي فضيعها، ومتميز مين؟ علي لطفي. علي لطفي انا فرحت بيه جدا امبارح على فكره بجد، وكل الاهلاويه بالمناسبه، ناس كتير كانت عامله له شير لصورته يعني، لانه هو برضو ابن من ابناء النادي الاهلي، وان هو يجي ويتصدى لضرب الجزاء ويحافظ على النتيجه، فدي من ضمن الحاجات الكويسه. فما اقدرش اقول ان زد مع الاسماعيلي اتوقع، لكن هي كانت في قبل الماتش ممكن نقول 50-50. لكن برضو يعني انا كابتن مجدي عبد العاطي بكلمه، وبعدين بيقول يا كابتن احنا، لانه كان من المدربين اللي جم حضروا، خدوا رخصه ايه بالنسبه للمدربين وامتحنوا، فقال لي يعني تقريبا الفرقه متحمسه انها تعمل حاجه في بدايه المستشفى، عندها دوافع عالي قوي. الاسماعيلي نفس القصه، فانا شايف ان هاب جلال وكابتن علي ابو جريشه وعماد سليمان والمجموعه دي ورئيس مجلس اداره الاسماعيلي نصر الحسن، راجل شخصيه محترمه جدا ومدي العيش لخباز ومدي الناس اللاعبين، ولما بقعد معاه من اسبوع في الاتحاد وبيتكلم راجل متحمس، ولا انا ماليش في الكوره، انا رئيس نادي الاسماعيلي، لكن في ما تدخلش يعني في طبعا جاب مش زي الاجيال السابقه. فالحقيقه انا متوقع الاسماعيلي ان شاء الله هيتعافى، لان برضو مصر ما تستغناش عن الاسماعيلي. بس هو ايه اللي يخلي فرق كماهيريه وليها شعبيه كبيره وكان زمان ليها شأن كبير وشأن ورانا يا اسماعيلي يا كريم، وماتشات الاهلي مع الاسماعيلي وماتشات الاهلي مع الاتحاد السكندري وماتشات الاهلي مع المصري في ازمنه سابقه كابتن فتحي يحكي لك عليها كانت بتبقى عامله ازاي؟ دول ايه اللي مرض يعني حضرتك تقول هو مريض وبيتعافى؟ طب المرض جه منين للفرق دي مش بس المرض جه من الادارات المتعاقبه، من التعاقدات المتعاقبه، من المدربين المتعاقبين، كل دولت وصلوا فرقه الاسماعيلي للي احنا فيه ده دلوقتي. سواء طب والكلام ده ينطبق على فرق زي الاتحاد وزي المصري وزي لا، بس كل واحد بيتعافى بطريقته، كل واحد بيقدر يصلح. لكن الاسماعيلي مثلا مديوناته كتير، يعني مديون كتير، مظلوم مع لعيبه كتار جم، ده في لعيبه ما لعبوش، في لعيب يلعب خمس دقائق ومش عارف كم مليون عاوز ياخده كدولار، وهنا كم مليون دولار. فالفرقه انهيار مالي، انهيار اداري، انهيار فني. طب ما خلاص انت عايز من الفرقه ايه؟ كويس انها في الدوري الممتاز. يا لا كنا دلوقتي بنقول كده على انديه جماهيريه، بس انا واثق بس انا واثق ان شاء الله الجهاز ده بمجلس الاداره ده بالناس دول، واثق ان شاء الله الاسماعيلي هيرجع تاني لوضعه، بس ما نستعجلش عليه، لانه برضه معظم اللعيبه اللي فيه ناشئين وشباب مدعم بيهم. طب احنا بنتكلم على فرق ليها تاريخ وشعبيه وجماهيريه، الفرق اللي استحدثت او اللي استجدت في الساحه الكرويه في فتره بتدي لحضرتك شخصيا نفس متعه المشاهده زي ما كنت بتستمتع بيها في ماتشات الفرق الجماهيريه زمان؟ لا ما بتديش، لان ملهاش جمهور. الجمهور بيدي حياه للفرقه اللي بتلعب طبعا، وبيديها حياه، اكسجين الفرقه، تتنفس جمهور، فالجمهور ده بيشجعها. شفت جمهور الاهلي امبارح من اول دقيقه والنتيجه 0-0 لغايه اخر دقيقه لغايه المباراه، رغم ان العدد مش كبير، انت ليك مصرح ليك دلوقتي ب 5000، فهم ال 5000 اللي داخل طبعا لو كانوا مصرحين ب 50000 كانوا هيجي 50000 اكيد. فدي يعني الجمهور هو عصب اي فريق،
هو اكسجين اي فريق. اكسجين يعني ايه؟ يعني من غير نفس معيش، ده هو من غير النفس مش هيقدر يجري ولا يقدر يتفرغ ولا يقدر يلعب. المشهد كان جميل جدا امبارح، خصوصا لما بنتكلم عن ازدياد الاعداد ل 10,000 كمان مشجع، اعتقد امر اسعد الناس كلها واسعد اللعيبه في الاول وفي الاخر برضو. ايوه بس برضو يعني وده يرجعنا لايام زمان شويه، لسه العدد قليل. تنديعه 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 بس ده احنا كنا قبل كده حتى ما وصلناش لرقم 10,000. هنتوقع ان شاء الله، انا متوقع افتكروا اليوم ده ان شاء الله في الدور الثاني عدد يزيد، هيزيد بكميه انتم ما تتخيلوهاش يا مسهل. احلى واحلى بعدد أكتر، مش الضعف، اكتر بكتير. كويس قوي. يعني انا متخيل ان شاء الله وامر الله، بس ده تيست لنا، الاختبار ده لنا في الفتره دي. خدها احنا قدامنا، احنا بلاد في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر هيخلص الدور الاول، هنروح بطوله افريقيا ان شاء الله نكسبها، نرجع سوبر الجمهور الافريقي برضو عندك والسوبر الافريقي طبعا. احنا النادي الاهلي بيطالب بالعدد كله، يعني طبعا عدد الجمهور كله ان هو يجي، وده لازم يعني ان شاء الله باذن الله. يمكن من ضمن الثوابت عبر تاريخ كره القدم المصريه وتاريخ النادي الاهلي نوعيه جمهور النادي الاهلي، دي من الحاجات الثوابت اللي ما اتغيرتش. يعني شفنا متغيرات كتير في فرق وفي اجهزه فنيه واداريه لكن جمهور النادي الاهلي لان بتتوارث جمهور النادي الاهلي، الحاجات دي بتتوارث من الابناء الى الاباء الى الاجداد، فحاجات هم متوارثينها، فعاداتهم كده بيزيد وحماسهم بيزيد. يعني زمان كان الاب بياخد الابن معاه ويروح النادي ويتفرج ويبقى فرحان ان ابنه واخده معاه، دلوقتي الاب كبر وبالابن لوحده، فالابن لما بيكبر بياخد برضه ابنه. يعني شايفين الجماهير، بص احلى يعني الثالثه شمال ما فيش زيها، بس طبعا الواحد نفسه مره يروح. يعني شايفه تبقى صعب. لا ركزي على وش كل واحد، هو ملوش دخل باللي جنبه، هو من قلبه يعني شايفه طبعًا. يعني هو حاسس ان هو الوحيد اللي بيشجع صحيح. النادي الاهلي صحيح. يعني مش تمثيل، الشباب ده كله ده مش تمثيل، مش طبعا مش لا تمثيل ايه، لا او واحد بيقلد زي اللي قدامه او واحد بيشغل، لا ده هو كل واحد من جواه النبعه من قلبهم كلهم ونقولهم شايفه ازاي صحيح. كل واحد في نفس الاتجاه وبص في حته، يعني هو ده النادي الاهلي، هي دي كفاءه النادي الاهلي، وهو دوت ابناء مشجعي ومحبي النادي الاهلي. خليني اقول لك على حاجه برضو، ويمكن كولر ذكرها في واحد من اللقاءات بتاعته، كان بيتكلم عن جماهير النادي الاهلي وفكره ان هم كل ما يروحوا حته عشان ماتش، كل ما يروحوا بلد عشان ماتش يلاقي جماهير كتيره جدا باعداد كبيره جدا للاهلي، فهو حتى قال انا ما كنتش متخيل ان الجماهير الاهلاويه في كل مكان بالاعداد دي. فيعني لا، لان النادي الاهلي عرقته وخدمه منتشرة من زمان في كل البلاد، في كل البلاد هتلاقي أهلوية، مش شرط أنهم يكونوا مصريين وبعدات كبيرة صحيح، ومش شرط أنهم يكونوا صحيح. مصريين، فنسبة الأهلي على مستوى النادي الأهلي بدأ ثم في الدول العربية والدول الخليجية الموجودة دلوقتي سموا أسماء النادي الأهلي تيمنا بالنادي الأهلي القاهري، فإذا أنت موجودة لما بتروح، والحمد لله الجمهور المصري والشعب المصري والجمهور الاهلاوي، هو مش مصري بس الحقيقه، بقول الجمهور الاهلاوي، لان الاهلي ليه جماهير عريضه في بلاد مختلفه. انا بقول الجمهور الاهلاوي، انا يعني اعرف ناس بيسافروا ويروحوا وجايين من بلاد، من بره اللي جاي من طبعًا. كندا اللي جاي من استراليا اللي جاي، زي ما بيحصل في كاس العالم للانديه بالظبط، بيجوا عشان يشوفوا ويتابعوا. وعلى ذكر كاس العالم للانديه ما ننساش برضو جمهور المغربي في تشجيعه للنادي الاهلي، كانوا اهلاويه اكتر مننا احنا بالزبط شخصيا بالظبط حقيقي. لا فدي اذا ما بتروح السعوديه، بتروح الامارات، بتروح قطر، بتلاقي نفس الجمهور، هم ما بيتنقلوش لكن من البلد نفسها. أيوه. فجمهور الاهلي في كل مكان، اينما تبص للتيشيرت الاحمر عرفي ان النادي الاهلي موجود في هذه البلد. طبعا برضو الفريق عندنا يعني خلينا نقول اللي بيمثلوا دول مختلفه برضو، مغرب وتونس وغيره، بتلاقي برضو الجماهير لما الاهلي بيلعب بيشجعوا علشان برضو اللعيبه اللي أكيد عندنا، فهم جزء مننا برضو. اكيد هو يعني جزء اساسي، يعني هو ما بنقولش جزء، هي احنا واحنا هم. يعني مش جزء يعني. أيوة ما شاء الله، فاحنا دايما يعني عندنا دلوقتي
المغرب، تونس، مالي موجودين، جنوب افريقيا، فيعني في سيطره جغرافيه وفرنسا حاليا وفرنسا طبعا يعني كل الفرنساويين برضو هيشجعوا الفرنساوي والثالثه شمال برضو والثالثه شمال طبعا. كابتن فتحي، عشان الوقت برضو اكيد انا وكريم عايزين نروح لحضرتك للمنتخب وفيتوريا تحديدا، وعايزه بقى اخد رايك، هل المسيره حتى هذه اللحظه بمنتهى الصراحه تحت قياده فيتوريا نقدر نقول ان هي ناجحه، ولو ناجحه بنسبه كام في الميه؟ ده سؤالي. السؤال الثاني المرتبط بنفس السؤال برضو، مين أفضل يعني مدير فني للمنتخب من وجهة نظر كابتن فتحي نصير جه؟ منتهى الصراحة. طب نبدأ بآخر مين أفضل مدرب؟ خلينا مع فيتوريا. أنت بتتكلمي عشان مراكز، عشان مباراة تونس هي اللي الناس بتتكلم عليها أو هي اللي واخدة حديث الشارع دلوقتي. الحقيقة يعني فيتوريا والاتحاد ظلم نفسه بتحديد ان تونس نلعبها في التوقيت ده. هتقولي ليه؟ 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 انا بحدد وهعرف ان انا بلعب، والهدف ان انا عشان الرينج بتاعي ان انا احدده ان فرقتي تبقى في مستوى عالي والترتيب بتاعنا يبقى عالي والكلام ده كده. انا هلعب المباراه بلعيبه، اشوف لعيبتي الاول، لعبتي اللي موجودة، ألاقي الدوري بتاعي اتأخر، ولاقي فيه فترة توقف، ولاقي فيه فترة إعداد، ولاقي فيه هاخد لعيبة، هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا في أي مباراة مع أنديتهم والدية حتى، فترات الإعداد قليلة جدا، بما فيهم الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية كلها، بدليل النادي الاهلي، بدليل الزمالك، بدليل فيوتشر وبيراميدز، ولا فرقه كسبت في بطولات افريقيا. هو الحقيقه الحديث عن المنتخب بشكل خاص هيطول، فاحنا يعني للاسف الوقت بتاعنا يعني متاح لينا في الفقره دي انتهى بالفعل. لازم حضرتك بقى تيجي تنورنا ان شاء الله، ووقتها نكمل كلام عن المنتخب باذن الله. خلاص ان شاء الله هيكون المنتخب بقى في فورمه احسن وفي اداء احسن. يعني أنا بقول في عجالة، السبب إن إحنا اللعيبة ما هياش جاهزة، ما هياش مكتسبة، الفترة ما هياش في الطب، ما هياش في الطب عشان لعب تونس. تقول لي تم تونس موجودة، أقول لك تونس كل لعبتها بيلعبوا في الدوري الأوروبي وبقاله 5 أسابيع بيلعب، وقبل كده كان فترة إعداد، إذن هم جاهزين أحسن ما إحنا جاهزين، فما كناش ناخدها دي، ناخدها بعد فترة وإحنا في الطب. نورتنا يا كابتن فتحي. وقبل ما اختم سريعا، ما قلتليش مين افضل مدير فني للمنتخب حتى هذه اللحظه؟ ما انا هقولها بقى في اللي هتقولها في الفاصل. لا، ما هو كريم قال لي حلقه خالص. لا بس سريعا اسم قبل ما ما اقدرش اقول سريعا يعني مدربين. اسم من وجهه نظر حضرتك افضل مدير فني جه للمنتخب المصري. لا، ما هو في بصي ده رد دبلوماسي بقى، شكله هيبقى رد دبلوماسي صح؟ طب خلاص هنقوله المره الجايه. نورتنا يا كابتن فتحي، بنشكرك شكرا جزيلا، بنسعد دايما بوجودك، بنشوفك على خير. هناخد الاسم في الفاصل كده ان شاء الله باذن الله. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. عوده لعشر الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. النهارده ان شاء الله انطلاق بطوله كاس العالم للانديه لكره السله بمشاركه النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي مش بيشارك في كاس العالم للانديه بكره القدم بس، في رياضات كتير ومنها بطبيعه الحال كره السله. البطوله دي بتقام في سنغافوره وهتستمر لغايه يوم 24 من سبتمبر الجاري. طبعا مش محتاج اقول لكم ان هي بطوله مهمه جدا، فهنعوز بقى نتكلم عنها وعن تفاصيلها وعن نظامها واكيد عن مشاركه النادي الاهلي فيها مع ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره، الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. ازي حضرتك يا استاذ كريم؟ اهلا وسهلا. كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب انا هبدا معاك عشان برضو الساده المتابعين يبقوا يعني بادين معانا من الاول كده، تاريخ البطوله وتحديدا كام نادي مفروض مشارك فيها هذه النسخه؟ هي البطوله دي النسخه 33 فيها. بدايتها كانت سنه 65. كانت الاول لغايه 2016 كان بتعمل بين بطل اوروبا وبين بطل امريكا الجنوبيه، بيتعمل زي على غرار نفس اللي كان بيحصل في كره القدم، انه كان بيبقى زمان كانت الانتر كونتيننتال، لان هي خلي بالك اسم حضرتك البطوله لغايه دلوقتي اسمها انتر كونتيننتال، كاس القارات او كاس العالم للانديه. لما بدا الموضوع يبقى فيه توسع، يعني ما بقتش مقتصر على القارتين دول بس، يعني اللي هم شكلها ونظامها اتغير على مدار كذا مره على مدار سنوات عديده.
الاول كان بتلعب بين بطل اوروبا بين بطل امريكا الجنوبيه مباراه واحده بس اللي يفوز بيها يبقى خلاص هو شال كاس البطوله. بدا بعد كده يبقى في استحداث للنظام، بدا يدخل انه يبقى صاحب الارض يبقى ليه مقعد. بعد كده الاتحاد الدولي بدا يبقى في تغييرات اصلا، لانه انت المفروض كان بتبقى بطل امريكا مع بطل اوروبا بيلعبوا بعض، كان في مشاكل يعني بين بقيه القارات ملهاش نفس. ما هو بقى ده من ضمن الحاجات اللي بدات تحصل بعد كده. احنا دلوقتي بنتكلم عن المشاركه اللي احنا موجودين فيها، الاهلي بيشارك فيها السنه دي. السنوات اللي فاتت تحديدا اخر سنتين كان بيكون بين اربع فرق بيلعبوا البطوله دي. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان شارك فيها نادي الزمالك، وكانت اقيمت هنا في مصر على صاله الدكتور حسن مصطفى. في 6 اكتوبر السنه اللي فاتت كان شارك فيها اتحاد المنستيري التونسي، اربع فرق بس. فكان الدنيا اسهل بالنسبه لاي فريق طبعا، انه بمجرد فوزه في مباراه هيعلق ميداليه في كاس العالم للانديه. لكن المشاركه بتاعت الاهلي اعتقد انها اصعب، لان انت كمان دلوقتي بقى عندك 5 فرق غير النادي الاهلي موجودين، بيبقوا متقسمين على مجموعتين. هنتكلم ده اتقلهم كلهم طوال ما فهمش حد يعني قليل. يعني ممكن نبقى بنتكلم على الفرق، بس الاهلي للاسف وقع في مجموعة، أنا من وجهة نظري يعني إنها مجموعة الموت. إحنا لو كنا رحنا المجموعة الثانية كانت الدنيا هتكون إلى حد كبير ألطف شوية بالنسبة لنا. المجموعة الثانية فيها بون الألماني، بون تيليكوم بطل ألمانيا وبطل الصين والمنامة البحريني. لو كنا في أي طرف يعني، شيل أي طرف من دول يعني، سيب حتى بطل أوروبا اللي هو بون تيليكوم الألماني، كان مثلا هو اللي موجود في التصنيف الاول واحنا تاني ومعانا بطل الصين، كنا نقدر نكسب مباراه. طب مجموعتنا احنا بقى مجموعتنا بقى احنا للاسف معانا فريق ايجنت الامريكي اللي هو بطل الجي ليج. الجي ليج ده يعني المسابقه اللي تحت الام بي اي بالظبط. لكن كلهم يعني احنا كنت لسه امبارح ان شاء الله بظبط في الماتش ده كنت جايب امبارح السكور بتاعهم، عندهم 6 لعيبه فوق ال 2 متر، 2 متر 8، 2 متر 16. ما تقولش ولو قلت احنا مش هنسمع. لا ما احنا كده كده النادي الاهلي برضه عنده 5 لعيبه فوق ال 2 متر من ضمن السكواد بتاعه. عمر تقريبا، عمر عرابي اللي هو عمر طارق، مايكل فكوادي المحترف النيجيري. بس عمر اطول واحد، عمر اطول واحد 2 متر 16. فهو وحش يعني عندنا تحت الباسكت، فمن ضمن العناصر المميزه جدا. يعني الاهلي اعتقد ان شاء الله، بص يعني عشان نكون بعد الاداء المنتخب عمله، والمنتخب لما عمل كده كان في عنده 5 من العناصر الاساسيه من ال 12 واحد الاساسيين اللي موجودين في المنتخب، كان في 5 منهم موجودين من النادي الاهلي. كلهم كان لعيبه مهمه ولعيبه مؤثره في قوام المنتخب في كاس العالم. فاللعيبه رايحه بدوافع مختلفه، مش رايحه بدوافع ان احنا اول مشاركه لينا في كاس العالم فرايحين مخضوضين. لا، هم رايحين اوريدي مع المنتخب عملوا حاجه، كسبوا الاردن، كسبنا المكسيك، فهم مش رايحين رهبين الموقف. بالاضافه ان بامانه يعني مجلس الاداره وفر، والنشاط الرياضي قدروا يوفروا 3 تدعيمات قويه جدا للفرقه. يعني ممكن نبقى نستعرضها في وسط الكلام يعني، لكن هو ده يعني سريعا كده نبذه عن البطوله وعن الفرق المشاركه اللي موجوده معانا في المجموعه. طب عشان برضو نطمن عن المسابقه، والواحد يبقى كده او جماهير وهي بتسمعنا دلوقتي تبقى عندها امل ان شاء الله ان الاهلي برضو يوصل لرانكينج كويس جدا. مشوار التاهل وفكره برضو لو انا هقارن واتكلم شويه عن نهايه الموسم اللي فات علشان اقدر ابني على موسم جديد، فكلمنا عن الفتره دي برضو. السيزون اللي فات يعني يكاد يكون فرقه الباسكت في النادي الاهلي عملت اداء مميز جدا. قدرنا احنا نفوز باربع بطولات من اصل 6، احنا شاركنا خسرنا بطولتين بس، وكان البطولتين ليهم يعني ظروفهم الخاصه. خسرنا بطوله عربيه بفرق بونت وبظلم تحكيمي، الحكم نفسه طلع بعد المباراه قال اعتذر لإيهاب أمين وللجهاز الفني وقال ان هو يعني في حاجات هو ما خدش باله منها في الجيم. لما راجعها بعد الماتش قال ان انا لو كنت شفت الكلام ده ما كنتش يعني كنتش حسبته، بس خلاص يعني سبق السيف العزلي، خلاص الموضوع خلص واحنا خسرنا الماتش. يعني كنا قريبين جدا من احنا نحافظ على اللقب البطوله العربيه. تاني بطوله خسرناها كانت بطوله السوبر، ودي اللي كان حصل فيها حدث يعني
كلنا كنا حزنا بسببه انه كانت سقوط المقصوره بتاعت مش المقصوره كان زي ستاند كده الناس بتمشي عليه اللي في كان صاله الدكتور حسن مصطفى، وكان على اثره اسلام زكي مشجع نادي الاتحاد كان يعني توفى والله يرحمه. وطبعا الاهلي عمل يعني مبادره رائعه تنم عن مبادئ النادي الاهلي ان هو يعني قال ان هو مش هيكمل الجيم وهيهدي نادي الاتحاد السكندري لقب البطوله، وانه كده كده لانه كان الاتحاد متفوق في الجيم، بس كان من حق الاهلي ان هو يستكمل المباراه لو كان حابب، لكن نظرا للظروف النفسيه اللي كانت عرض لها الفرقتين، يعني لعيبه الفرقتين نفسهم كان بالنسبه لهم الموضوع يعني حدث مجرد حدث، فخلاص يعني نقفل الصفحه وخدوا الكاس، احنا كده كده حتى لو الاهلي كان كسب ما كنتش هيفرح بيه. فخلاص يعني كان الموضوع اتقفل، لكن باستثناء كده كل البطولات اللي احنا شاركنا فيها الموسم اللي فات قدرنا ان احنا نفوز بيها باكتساح، دوري مرتبط، كاس مصر، دوري السوبر، بطوله افريقيا. بطوله افريقيا يعني كان فيها اداء مميز جدا، قدر مستر اوجستي بوس كالعاده ان هو يقدم فيه في البطوله، بياخد كل جيم لوحده. احنا خلصنا هنا مجموعه النيل كان بشكل دراماتيكي، لان احنا برضو بنفس الطريقه يعني الممتع في فريق الباسكت ان هو ما بيخسرش بفروق كبيره دايما، حتى لا قدر الله لو الاهلي خسر تلاقيه دايما خسران فرق بونت باسكت، يعني ما تلاقيش الفروق بعيده بين الاهلي وبين الفرق المنافسه يعني. وصولا ان احنا لما وصلنا ان احنا نلعب بطوله افريقيا في رواندا، الاهلي مشي المرحله مرحله مرحله في دور الثمانيه، بعد كده سيمي فاينل، بعد كده النهائي، وقدرنا احنا نفوز. طب احنا اللي كنا بنتكلم عنه من شويه والماتش اللي يخوف هيتلعب النهارده ماتش الاهلي مع الفريق الامريكي، تعال ناخد فكره كده عن الاجواء بشكل عام عامله ازاي، والحاله المعنويه عند كل اللعيبه عامله ازاي. احنا معانا على التليفون دكتور محمد شوقي، عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه سله النادي الاهلي في سنغافوره. دكتور محمد صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. عايزين نطمن من حضرتك، واحنا كنا لسه بنتكلم مع ضيفنا العزيز عن الماتش النهارده، ماتش من الصنف الثقيل، فالحاله المعنويه عامله ازاي؟ مستوى الجاهزيه عند اللعيبه عامله ازاي؟ عايزين نطمن من حضرتك، اتفضل يا فندم. ماتش بكره حضرتك؟ ماتش بكره. هو مش بكرة النهارده بكرة ماتش بكرة الامريكي؟ بكره. لا بكره. بكره الخميس الساعه 2 الظهر. اوكي. النهارده عندنا التمرين الرئيسي الاخير. اوكي. ان شاء الله البعثه هاديه جدا جدا. اللاعبين منتظمين وملتزمين جدا، الاداريين على اعلى مستوى، والحمد لله الكوتش مطمئن وهادئ، والكابتن محمود بيتصل بينا طول الوقت يطمئن على الفرقه من اول ما وصلنا، والحمد لله كل شيء مستفيد والامور هادئه. تمام، حجم الجاهزيه بتاعنا يتماشى مع حجم ثقل المنافسين اللي احنا هنضطر نقابلهم في مباريات مختلفه؟ الحمد لله الفريق جاهز، ينقصه لاعب واحد يعني تخلف عن الفرقه لاسباب مرضيه، الفرقه مقدره، عارفين طبعا ان فرق المستويات قوي جدا، لكن عندنا امل ان شاء الله ان احنا نمثل تمثيل جيد جدا ونوصل للمركز ان شاء الله، وهم مقدرين المسؤوليه، فان شاء الله ربنا يوفق يبقى فقط توفيق ربنا. ان شاء الله خير باذن الله. احنا كمان متفائلين ومتعشمين ان احنا ان شاء الله يعني نسعد باداء فريق سله النادي الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله اللي بتضم الكبار على مستوى العالم كله. دكتور محمد صباح الهنا على حضرتك طبعا، وهستغل انا وكريم برضه اهلا بحضرتك، هنستغل برضه وجودك معانا ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي عن فرقتنا تحديدا. احنا شايفين اداء اكثر من رائع في الفتره اللي فاتت والموسم كمان اللي فات تحديدا الاستثنائي على كل الرياضات بصراحه في النادي الاهلي، وده ان دل على شيء يدل على اداره ناجحه وتخطيط ناجح ويعني لعيبه كمان على اعلى مستوى. هل احنا بنتكلم بقى مع بدايه الموسم ان شاء الله الجديد هيكون في برضه تدعيمات مختلفة، هيكون في نظام مختلف؟ خلينا نعرف من حضرتك الرؤية إن شاء الله لموسم يكون بنفس القوة إن لم يكن أفضل. تفضل دكتور محمد. حضرتك عارفة الفرقة الحمد لله بقى لها زي ما حضرتك تفضلتي بقى لها فترة على مستوى ثابت، بطولات جيدة جدا، السنة اللي فاتت ما خسرناش الحمد لله غير البطولة العربية، وحضرتك تعلمي الظروف اللي كانت صحيح وخسرنا إزاي في المباراة النهائية. غير كده الفرقة منتظمة ومستواها مستقر الحمد لله.
مستر الروسي راجل هادئ جدا وعلميا وفنيا جيد جدا، لان الفرقه علاقاته طيبه بيهم، قريب منهم بيحبوه، وهو بيتعامل معاهم بصوره يعني فنيه ومعنويه جيده جدا. عندنا ان شاء الله نرجع القاهره بعديها بايام، نطلع باذن الله الكويت البطوله العربيه، وبعدها السوبر المصري في البحرين. الجدول معمول ومتفق عليه ومعمول كتاب كل حاجه، كل التفاصيل اللي بيعملها كويس جدا مع جهازه الفني والاداري. رائع. يعني انا شايف زي حضراتكم متفائل في المستوى السابق والحالي ان شاء الله. رائع جدا. اعتقد ان احنا فنيا واداريا مستقرين وكل حاجه مرتبه ان شاء الله. فنتمنى توفيق ربنا. باذن الرحمن باذن الرحمن بنتمنى كل النجاح والتوفيق، ونشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. نشكرك فندم. شكرا جزيلا. صباح الفل على حضرتك. دايما الكلام ايجابي لما بيتقال على اوجستي جوش، وفكره ان هو يعني عنده القدره على حسن التعامل وحسن يعني تجميع اللاعبين، فنيه على المستوى الشخصي كله اجمع عليه الحقيقه. بس هو عبقريه مستر اوجستي في شخصيته مش في ادائه الفني. يعني اي كوتش في الدنيا بيصيب وبيخطئ وبيبقى عنده قرارات احيانا ممكن تبقى انت تقول انه كوتش عبقري، واوقات ماشي ما حلفه يعني ما حلفوش التوفيق وما حلفوش الحظ في اختيارات اختيار التدخل السليم، او انه يكون العنصر ده في التوقيت ده يقدر يقدم افضل شيء يعني. لكن مستر اوجستي افضل ما يميزه هو شخصيته، ان هو كل اللعيبه بتحبه بتخاف منه، مش بتخاف منه يعني انها احترام، لا بس بتحترم جدا، انه الراجل جوه الملعب ما بيتهاونش مع حد طول الوقت، انت عنصر من ضمن عناصر التيم عناصر الفريق، فلازم زمايلك هينجحوا بيك وانت هتنجح بزمايلك. انت بتلعبش لعبه فرديه عشان خاطر هتبقى انت كل حاجه بالنسبه للجيم، لكن انت دلوقتي لازم تبقى تحاول تساعد زمايلك في ده. وده احنا حتى شفناه السنه اللي فاتت، كان عندنا محترف من يعني من ضمن افضل المحترفين اللي جم في تاريخ الدوري المصري، لكن ما قدرش انه ينجح مع الفريق بافضل شكل، كان هو والتر هودج. يعني حدث وحرج، لعيب كاختراقات كتصويبات كصناعه لعب، لكن هو عنده انا عنده اعلى شويه من التيم. لكن لما تم استبداله بتومسون المحترف الامريكي اللي كان موجود معانا السنه اللي قبلها، شفنا اداء مختلف تماما للفريق، حتى اللعيبه نفسها مرتاحه في وجود في وجود تومسون، لان هو عنده انكار ذاتي لحد كبير، بيلعب زمايله. فرقه الباسكت فيها ميزه مش موجوده ممكن تكون في بقيه اغلب الالعاب الثانيه، انه انت لو هتتكلم على نجوم تقريبا التيم كله نجوم. يعني عمرو الجندي، ايهاب امين، عمر طارق، عمرو زهران، محمد ابو النصر، لو قعدت تعد هتلاقي ال 12 اسم اصلا كلهم نجوم في الفرقه. فلازم كل واحد فيهم يحس بقدره. ده بعيدا كمان سيف سمير كابتن الفريق، يعني انت انا بقول لحضرتك لو قعدنا نعد الفرقه هتلاقي الفرقه كلها بالطبع نجوم. فما ينفعش ان يكون في واحد بس بيتصدر الشباك والباقي كله بيكونوا بيساعدوا او بيساندوا اللعيب ده. كل واحد فيهم عايز يحس بقدره وعايز يحس بان هو نجم من ضمن نجوم الفريق. فده من ضمن الحاجات اللي كان مستر اوجستي دايما بيشتغل عليها، ان انت كل واحد فيكم ليه دور، هياخد دوره في الوقت اللي انا شايفه مناسب، والراجل فير تماما مع كل اللعيبه كلها. لما بيبقى طالع وهو قاعد دكه بيبقى عارف انه ده لاحتياج الفريق. انت ممكن تكون خارج في التوقيت ده لان انت قريب من خمسه فاول، فممكن تخرج بره الجيم، او ان انت الكيرف الفني بتاعك نزل شويه فلازم تبدا تريح وبعدها تبدا تنزل تاخد فترات تانية من المباراه. فبصراحه مستر اوجستي يعني الراجل ده احنا صفقه يعني صفقه مهمه جدا في تاريخ الباسكت الاهلاوي اصلا. فاضل دقيقه تقريبا محمد، فانا بس عايزه اختم بفكره هنا لو تتفق معايا. مؤخرا الرياضات المختلفه ورياضات الصالات وغيره بقى ليها جماهيريه اكبر من الاول واكتر من الاول بشكل كبير، وده اللي فرضته الفرق المختلفه، وهتكلم تحديدا كمان النادي الاهلي، من حسن اللعب والبطولات والمشاركات المختلفه، فاصبح عين الناس كمان بقى في متعه يعني متابعه كمان العاب الصالات وغيرها من الالعاب غير بقى كره القدم. ده برضو بتفسره زي ما انا شايفاها فكره ان الاداء من الانديه المختلفه بقى افضل، بقوا يشاركوا اكتر، بقوا يحصلوا على بطولات اكتر، ولا راجع لايه بالظبط؟ طيب يعني ما انا مش عارف بس هتتحسب ازاي،
بس يعني كل واحد وليه ممكن يكون شايف الموضوع من نظره. اكيد انا معاكي في وجهه نظرك، لكن من ضمن الحاجات يعني كان في متابعين كتير جدا لالعاب الصالات من فترات طويله، ممكن يكون من 10 سنين ولا حاجه بدا الموضوع ياخد في اخر 3 4 سنين اهتمام صحفي واعلامي بهذا الشكل ما كانش من ضمن موجود. الحاجات دي عشان الواحد يدي قناه الاهلي السنه اللي فاتت نقلت تقريبا كل ماتشات العاب الصالات طبعا طبعا، فده من ضمن الحاجات اللي زودت اهتمام الناس ان انت اوريدي بتتابع الالعاب بتتابع الفرق، غير انك بتشوف النتيجه يعني، غير ان انت الاهلي النهارده كسب كذا طب انا ما شفتش الماتش، لكن الماتش اوريدي لما يبقى منقول ماتشات واستوديوهات تحليليه وناس خبراء فانت اوريدي فالاوريدي الناس بتتابع وبتشوف ده فعلا وبتقدر انها تقيم، يبقى انت بقى عندك انت حتى لو انت مش متابع العاب الصالات بشكل كامل بيبقى عندك جزء فني، انت حد بيجي يقول لك شوف بقى بص اللعيب ده عمل الستيل ده ازاي، فانت بقى حتى عندك مصطلحات اللعبه نفسها بقيت عارف انه سرقه الكره اسمها ستيل في الباسكت، الريباوند اللي هو يعني متابعه الكره لو انت الكره خبطت في الباسكت وانت استحوذت عليها بقى، فبقت الناس في الشارع المتابعين في بقى عندها قدر كبير من المعرفه عن عن الالعاب الثانيه. بالظبط محمد نورتنا، نشكرك جدا وان شاء الله لينا لقاء تاني باذن الله قريب ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، نشوفك على خير باذن الله، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي، بنتمنى نكون لحضراتكم ويك اند سعيد. صباح الفل عليكم.